ما تيجي دغري بقى يا سيد وتفضك من اسطوانه حقي وخدته دي. اللي زيك حقه ما يتاخدش من حد في قمطه شوال كان ديتها رقبته صح. يبقى سلمتهولي ليه؟ ده حقي ما بيسقطش من على اكتاف حد غير ما رقبته تسقط جنبيه. بعدين عرابي ده رقبته مش عايزه القطع، ده عايزه القطل تحت الجزم. وديك عملت ايه؟ سبته روح ينام في سريره بعد ما كان بيعيط زي النسوان. يعني ما عملتهاش عشان تنول الرضا وتدخل دماغي؟ لا مؤاخذه ما اتخلقش لسه لدماغه تساعي سيد بوخارست عشان يفكر يدخلها. ما تتفرجش قوي كده. عشان اتخلق. اتخلق يا سيد. ودخلتها. دخلتها خلاص. واسمع بقى الكلمتين دول عشان مش هتسمعهم تاني. ولو سمعتهم يبقى اللي جاي وراهم زعله. الكار ده كله بمعلمينه بصبيانه وبنادور جيتكم. واسم فوضى الاسمر اللي هتعلقه على صدرك كوم تاني. لو اسمي خس حرف بسبب طلعه وشوميه هتزعل وبالقوي. ربنا ما يجيب زعل يا معلم فوضى. امين يا رب. بس لو بسطتني انت كمان هتتبسط بالقوي. كل حاجه عند فوضى بالقوي. لما تروح تزور ابوك يبقى اساله عليا. اساله على حنيتي وايدي الفرطه. واساله كمان على زعلي. انا ما بسالش حد. بعدين الشغل ما فيهوش ابويا وابوك. تعجبني. ما دام جت سيره الغالي وحياتي العيش الملح اللي بيني وبينه. انا كنت خايف عليك. مش عايزك تقرب مني ولا من السكه. بوخارست ما تخافش عليه. بوخارست تخاف منه. ماشي. ماشي يا سبع الرجال. السلام. بالاذن يا معلم. بالحق. لو حد من رجالة عرابي حط عليه ما تحطش عليه بالقوي. ارجع لي وانا اقول لك تعمل ايه. حط عليا. امين. رحاب، مش ده صوت بطة؟ في حاجة ولا ايه؟ ولا اعرف، دي بنت تعبانة في دماغها. اقفلك الشباك لو صوت مضايقك؟ لا 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 لا، مش موضوع شباك، بس يكون في مشكلة ولا حاجة. اه صحيح، دي بينها حكاية كبيرة. ايه ده؟ يعني ايه يا اختي؟ انا مش فاهمة حاجة. يعني خرج مرجعش يكون راح فين؟ يا نصرة اطمني، دي مش أول مرة يعملها، هنوصل له ما تقلقيش. مقلقش، ومقلق على ايه؟ ده النيله دي والبلوى اللي انا عايشه فيها يا رب. نصرة ما تعرفيش الصوت ده جاي منين؟ انت مش شايفني بتكلم في التليفون؟ حل عني. النبي يا حبيبتي الله يرضى عليكي، لو عرفتي عنه اي حاجه كلميني. بالسلامه. احمد فين؟ ايه يا بطه؟ في ايه يا بطه؟ مالك؟ في ايه؟ مالك يا في ايه؟ احمد الحمد لله انا لقيتك. بوشي موصاني عليك يا قوي، وانا اعرفها من زمان. لما تقولي على حد ينفع يبقى ينفع. بجد؟ يعني انت شايف ان في دوري ليه عليا؟ بص يا الحكايه مش في دور هتلعبيه، لازم تبصي ابعد من كده. الكارير ده اي حد ممكن يدخله، خصوصا بقى لو كانت بنت حلوه زيك. بصي، عشان تبقي ستار دي لازمها شروط معينه: الذكاء، الجمال، الموهبه، زي ما قلتهم لك كده بالترتيب. وانت شايف بقى الحاجات دي فين؟ انا بس محتاجه تطوريهم يعني. ودي بقى سيبيها عليا انا. أنا بإذن الله هعمل منك أحلى ستار. أكثر. حبيبي. إيه يا حبيبي؟ عامل إيه؟ كله تمام؟ عرفك. إزاي؟ أيا. إياد. تعالى حبيبي اتفضل اتفضل. الإبرة دي هتريحك على الآخر يا عم عطية. الله يكرمك يا دكتور. ربنا يخليك. أنا حسيت إن روحي بتطلع وخلاص بموت. بعد الشر عليك يابا، ما تقولش كده. دي كانت كومة سكر بس يا عم عطية، الظاهر تقلت في الحلو ولا حاجة. ازاي بس؟ ده انا مخليه بالي منه. ربنا يبارك لك يا بنتي، دي لولا هي اللي واخدة بالها مني. سيبها على الله يا دكتور. كله على الله يا عم عطية، انا بعدي اطمن عليك. والله انا تعبانة لك يا دكتور، مش عارفة اشكرك ازاي. الحمد لله انا كنت فاكر الحكاية اتفضحت. حكاية ايه كفل الشر؟ يعني الحاجات اللي حصلت بينا في الصيدلية. الحمد لله الحمد لله. عايل حياتي بصحيح.
معرفش اتلقينا من انهي داهية يا ابو خجزة الفاهي ده. لا واخوك ايه؟ اشترى منه ولبس العمة تمام. يومين واخده تحت باطه ودخله الكرمن واسع. ما هو نصب له السيرك ابن اللعيب. وكل شوية يابا نمرة جديدة، ايش مرة يفاديه وياخد الطلقة بداله؟ وايش مرة يجيب له الحمار في شوال؟ لا ومش بعيدة طيب. يا إيه اللي بقى أنا وأنت في يوم من الأيام؟ رسمناها صح وكان زماننا خلصنا. كان زمان فودة اتقلب وشبه موت وعرابي اللي لبسها، وكان زمانك انت الكل في الكل يا كبير. الظاهر مش مكتوب لي اشم نفس يا طيب. هفضل تحت جزمة فودة طول العمر، يعاملني زي اي صبي من صبيان. يا طيب انا نفسي ابقى المعلم معوض الاسمر الجام. هيحصل على الحرام من ديني، اللي هيحصل وهتبقى المعلم وهتاخد النفس يطلع من دغشيشك. بس اسمع كلام الطيب لما يقولك الصبر طيب. اللي زي سايب بخجزة ده طيب، لو عشش في دماغ اخويا ورقت فيها هيبقى عامل زي العفريت الهايج. حرام من ديني، ولا ميت زار ولا ميت مزمار بلدي هيطلعوه منها. طيب وماله؟ لازم جف القبر على قده ونحضر خارج. ده مين بقى اللي تقلنا على حبيب اخوها كده؟ قول يا ابو النصر، قول له يجيبوا لك لحد عندك مرابعه. حسك وحس اخواتك في الدنيا، هو انا ليا غيركم؟ ربنا يخليك لينا. بس قولي لي بقى صحيح، بقالك يومين كده مش عاجباني، في حاجه ولا ايه؟ يا سيد، ما انا قدامك هو زي الفل. طالما بتلف وتدور عليا يبقى انت يا اخويا اللي شايل. عندك حق، أنا مش مظبوط فعلا. هقول لك بس تخبطها لي في وشي على طول من غير زواق، ماشي؟ سيد وخوش تجي في إيه؟ وأنا لسه أخوك بحق، ولا زي ما البنت أختك بتقول سيد سافر ولسه مرجعش. لازم تقول الكلام ده، ما تحكي يا سيد قول على طول. سنجيت الحق، البنت أختك ما كتبتش. أنا حاسس إني بعيد من ساعة ما رجعت، وأنا حاسس إني بعيد عنكم. أنا فيها حاجة غلط بس مش عارف إيه يا نصر. أنا كل شوية أروح أقف في البلكونة وأفتكر أمك وأبوك الله يرحمه. الله يرحمه. وأفتكر إخواتك وهم صغيرين ومش عالقين في دراعي وأنا بوصلهم للمدارس. ما تخافيش، بفتكرك أنت كمان. بفتكر قعدتنا الحلوة مع بعض مع كوبايتين شاي وسجارتين مقلبينهم من علبة أبوكي. بحاول أفتكر أي حاجة الأيام زي ما ترجعني. يمكن أرجع معاكوا زي الأول. الحكاوي اللي بتحكيها دي كانت زمان مش هترجع تاني، وحلاوتها بقى يا سيد في انها مش هترجع تاني. خليها مكانها كده قاعده عزيزه. الحلاوه في البني ادمين يا نصر مش في الزمن. وانا الدنيا دست على قلبي رايح جاي لحد ما حميته وسنته زي السكين. بسم الله عليك يا اخويا، مش عارف ارجع زي الاول يا نصر معاك وهتجنن. يا لهوي يا اخويا، طب كعبه الشريفه انا واخواتك ما كنا عايشين قبل ما ترجع؟ احنا كنا بنبص في خلق بعض ما بنعرفهاش، ولما رجع لنا وشك الحلو ده فكرنا ببعضنا. طب وقلت سيد جاي هي اللي كانت بتسند ظهرنا من بلاوي الدنيا. ولما رجع سيد رجعت راحت البال والحنية والقلب الحلو. طب عايز تعرف غلاوتك امشي كده ورحمة أمك لا تيجي تلاقيني مجورها في تربتها. ايه ست بعد الشر، ايه الكلام ده؟ نصر فيه ايه؟ نصرة بتسند على كتف السيد والتراب ياخدني لو عينيك يا سيد تبعد عني. ربنا يخليك لينا. خلاص انا غلطان اني اتكلمت معاك. حبيبي يا اخويا. بس صباح الفل يا ابو حميد. صلاح ازاي صحتك يا صلاح؟ انا صحتي زي الفل يا سيدي. المهم انت يا دكتوره صحتك عامله ايه؟ لا انا تمام تمام الحمد لله. وكنت جاي تجيب خضار؟ لا يا عم فطار ايه؟ فاضي. طب خد جرجير. سلامة صلاح. جرجير حلو. ازيك يا بطة؟ وابوك عامل ايه؟ ان شاء الله تسلم. ان شاء الله هسلم. ايه ده صلاح؟ في ملك بالواد؟ يا عم الواد بيسقم. بيسقم؟ يا ريت، هو راضي يبص عشان يسقم. طب واللي شهي اصولك؟ انسى، كان غيرك اشطر.
طب انت بس اديني الاذن كده وانا على الحرام بص اخليه لك عصام كاريكا في بوليك. ها انت ايه مش مظبط ليه؟ تعالى اقعد يا عسل. مالك ميسا برضو قلب حرقني على اللي عملته معايا يا صلاح. هو كيفك يا صاحبي؟ معلش سيبها تهدى، ما انت عارف ميسا على قد ما قلبها طيب بس قلبتها وحشه. يا ريت تقلب وتخلصني، كل اللي طالع عليها كويس انك بخير يا اخويا. البت دي اصيله طول عمرها وتسند 100 دكر. معلش يا صاحبي مسحها فيا، لولا اللي جرالي كان زمان فرحتك تمت. يا عم هو جرالك لوحدك؟ هي عدت وكويس انك بخير. الظهر بقت عاده يا ابو خريست، اقع وقبل ما ظهري يلمس الارض تيجي انت تشيلني وترفعني لفوق. بقيت خايف يوم ما تلحقنيش يا صاحبي. اوعى تسيب اخوك. اسيب مين؟ يوم ما يحصل يبقى ابو خريست ودع الدنيا والتراب لما عليه. انت اخويا اصيله سيد. قوم بقى ومكمل غاسة على الخلق. تصدق هي طلبها مرضية فعلا بس ناقصها استباحة. يا ابني انت ما بترحمش. والله خلص. حبك يا مكني. كتير. حبك يا مصير. شغل الحواري الزبالة اللي انتوا جايين منها دي انا مش عايزة اشوفه هنا تاني. يبطل خالص. وتتعلموا تبقوا معلمين كبار. يا ست الكل انا كنت عايز. انا ما خلصتش كلامي. اتفضلي. والا والله العظيم لو ما نهيتوا اللي انتوا بداتوه لانهيه دلوقتي حالا وبايديا واخلص منكم انتوا الاثنين. بالهداوه بس سعادتك. اسمعي الحكايه من اولها واللي هتحكمي بيه هيمشي على رقبه الكبير. ايه يا فوده؟ خلصت الشحنه بتاعتك وفضيت بقى وقاعد تلت مش كده؟ ما انا عارفه الحكايه كلها. اتنين عاملين معلمين كبار معرفوش يحلوا المشاكل اللي بينهم فقام كل واحد زايق على التاني رجالته. هو اللي رماني بالزور. زور؟ يا راجل. امال الرصاص اللي غير بالعربيتي ده مين اللي طلقه؟ امي. جرى ايه يا فوده واحنا مالنا؟ اتضرب عليك نار تسكي لكن ما تقدرش تثبت ان عرابي هو اللي عملها. لكن هو يقدر يثبت ان انت ورا كل اللي بيحصل له ده. والا ما كانش راح لك لحد عندك في شوال. بالنسبة لي انت غلطت مرتين. مرة لما اتهمته من غير دليل ومرة لما اتصرفت معاه من غير ما ترجع لي. وعشان كده الشحنة اللي جاية كلها بتاعت عرابي. جات ريدي يا عرابي للمقابلة بتاعتك مع مستر هانك. ايوه يا ست الكل بس الحاجة دان. وميرسي انكم شرفتوني. صلاح على عايزك. بقول لك ايه؟ انا لسه ما اصطبختش، ها؟ لو دماغك هفاك على عركه من دول. اقعد. المره دي على الرايق. خير. بص يا صلاح، انا مش جايبك طبعا اقعد معاك قعده اب وابن عشان دي جبرت خلاص. لان انا لا ينفع ابقى ابوك ولا انت ينفع تبقى ابني ولا تشيل اسمي. وانت لو وطيت صوتك بقت كده على الرايق. ما هو موال كل يوم اهو. اهبط يلا بقى. انا هقعد معاك قعده الرجاله. اتنين مفيش بينهم وبين بعض اي حاجه غير المصلحه وبس. ودي ايه المصلحه دي اللي اداني المعلم سلطان وتقعده مع عيل وسخ زي صلاح؟ امك. المصلحه دي تبقى امك يا صلاح. اللي انت سبتها مرميه في الشارع وعينيها تايهه على الخل بتدور على اي حد يروح وفي الاخر حته مرة علمه هي اللي تاخدها تروحها. ما كانش بكيفي واكيد بلغك الحوار. بلغني واتكيفت قوي. قلت مين عارف؟ مش يمكن الحكايه دي تعرفك اخره السكه اللي انت ماشي فيها؟ عارفينها وراضيين بيها. وبقول لك ايه؟ العلمه اللي مش عاجباك دي هي اللي كانت بتراعيها طول ما انا كنت مسافر. لو مستكبر عملتها قوي اسال نفسك انت كنت فين؟ كنت فين وهي بتحميها وتلبسها وتاكلها وتوديها وتجيبها؟ اقول لك انا كنت فين؟ كنت في حضن مره من النسوان اللي انت رامي شبتك وفلوسك في حجرهم. اسمع يا السكه الشمال اللي انت ماشي فيها انت وبخارستي دي طول ما هي مقفوله عليكم انتوا احرار فيها. ما تلزمونيش ان شاء الله حتى يبقى اخرها طلقه تخلص عليكم انتوا الجوز. انما عليا الطلاق بالثلاثه صلاح. السكه دي لو لطت امك
للي انت بتشوفه من فوق ده والصيع اللي حواليه ما هيجي نقطه في بحر من اللي هتشوفه مننا. ماشي يابا؟ لا مش ماشي يا سيد المعلمين، عشان المصلحه اللي انت بتقول عليها مراتك وامي وفاكرها لسه بينا جبرت خلاص. هي امي اه بس مش مراتك. ام صلاح خرجت من ذمتك من اول يوم فتحت فيه فرشتك لواحده غيرها. مات الكلام. حوكا ده يا معلم. نار. انا يعني عجبتك فعلا؟ صراحة البنت هايلة يا بوش. تنفع يعني، حلوة وعندها حضور ومزاج كتير. طب بص بقى يا عقل، انا عايزاك تكنسل عليها خالص، ولو كلمتك تبقى اقول لها فرصة تانية. غريبة، وانا اللي كنت فاكرك عايزة تخدميها. ما انا هخدمها برضو بس مع حد تاني، ولا انت عينك منها ولا ايه؟ انا اقدر برضو لتموري بيها بوش. ميرسي يا كوكي. طيب هكلمك تاني يا حبيبي، باي دلوقتي. هاي هاي. ليكي ايه؟ برافو عليكي، انا بحب قوي الناس اللي بتحترم مواعيدها. ميرسي يا بوشي قوي. عامله ايه؟ جود. بس عندي خبر مش لطيف ليكي. ايه هو؟ اكرم الكاستنج دايركتور لسه قافل معايا دلوقتي، مش مبسوط من شغلك خالص. ازاي؟ ده قالي انت هايل وعجبته قوي. عادي، هو بيقول كده لاي حد تو افويد الاحراج يعني، خصوصا كمان ان انت جايه من طرفي انا. بس الحقيقه انه مش مبسوط من شغلك، بيقول ان الدور كبير قوي عليكي وان لسه قدامك وقت طويل عشان تقفي قدام الكاميرا وتمثلي. شوفي يا ايه، انا مش عايزاكي تقفلي، دي لسه اول ستيب، فمش هينفع نيأس ونقف هنا. احنا هنكمل بس هنشوف درجه اقل شويه من المسلسلات والافلام. زي ايه؟ زي بروجرام مثلا. وانا هعمل ايه في البروجرام؟ هتمثلي برضه بس تمثيل خفيف من اللي انت متعوده عليه، قصدي يعني زي ما بتخرجي من بيتك بشكل ولبس معين وبتعيشي حياتك بره بشكل تاني خالص. تمثيل بسيط يعني، انت قدها تمثيل على قدك دلوقتي لحد ما تاخدي شويه خبره، بعد كده تمثلي ادوار اكبر بكتير. على فين يا حمامه؟ مستعجل ليه كده؟ سيبنا عم بلبل عشان محصور عايز يفك ميه. هو في ايه؟ هو انا كل ما اكلم واحد في الحاره دي يقول لي اصل انا محصور؟ اتاري الراجل بتاع القصب بيشطب بدري. سكر يا عايزك في سؤال سريع. انهي معلم. اشمعنى؟ امه دعيانه. صحيح كل البلد عارفه ان هو بيتاجر في المخدرات، بس كل مغرز يخرج منه زي الفله من الجميله. وانت عايز ايه يا حلو؟ عايز تيجي معايا سكه، تعتبرني صديقك الصدوق وتفضفض لي بالسر اللي معلمك شايله معاك، يا اما ازعلك وانا زعلي بيقعد. لو انت حلو يا دوب بتعرف تقعد. هو انت ضارب لك شريتين مرقينك مدير امن السلطانيه ولا ايه؟ ما تروق. المعلم فودة اللي بتتكلم عليه ده خيره على الشعب كله، والناس كلها تشهد له بالشهامه والجدعنه. عايز تقعد؟ اقعد وماله، بس نقي لك فخد على قد سنانك عشان ما تترمش. انا اعتبر ان انا ما سمعتش حاجه عشان خاطر الزنقه اللي انت فيها. وانت بتفك حصر فكر في الكلمتين وارجع رد عليا. لا ما تستناش يا اخويا. مساك بلبلي. ماشي يا حمامه. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه اللي حصل يا بطل؟ هي الولاد حرام طلعوا عليا عشان يسرقوني، حاولت اهرب منهم ضربوني وخطفوا الشنطه والموبايل. ولاد الكلب، كل ده عشان شنطه وموبايل؟ ده حصل فين ده؟ في بورسعيد عند الابراهيميه. ما كانش في حد تنادي عليه ينقذك؟ ما فيش حد يا احمد، كل حي بقى في حاله والناس بقت بتخاف. معلش الحمد لله انها جت على قد كده. لا شويه علم برشمه اساسا. انا اسفه يا احمد، انا اسفه اني دخلت عليك بالمنظر ده، بس ابويا لو كان شافني كان ممكن يروح فيها. بعد الشر عنه وعنك، قطع ايد اي حد تتمد عليه. انا كنت معاك يا بطه كنت قتلتهم. الف سلام عليك يا بطه. الله يسلمك. انا مش مصدق اللي بيحصل.
لحد دلوقتي الناس اللي بتسرق عربياتهم بيجوا عندنا القسم ويبلغوا. هو في كده؟ يو امال انت عايزهم يعملوا ايه يا نبيل؟ يبلغوا في كوبانيه الكهرباء ولا شركه الغاز؟ يقعدوا في بيوتهم جنب التليفون يستنوا المكالمه زيهم زي اللي قبلهم. ما انا عايز اقول لك على حاجه، لازم يكون عندنا حلم لبكره. عارفه العيال اللي هي بترفع العربيات دي لو بتفكر صح يعملوا ايه؟ قول لي يا اخويا يعملوا ايه؟ يعملوا مكتب لخدمه العملاء، يجيبوا خط اللي هو سخن مولع ده اللي هو 19 ابصر ايه مش فاكر، ويجيبوا شاشه كمبيوتر وسكرتيره يكون صوتها مهاره. الزبون اللي تسرق عربيته يتصل بيها، هي ترد عليه تقول له العربيه فين؟ جت؟ ما جتش؟ هتوصل امتى؟ المكان والزمان والفديه قد ايه؟ يجي دورنا احنا بقى رجال الامن ننظم الوقف عشان نخلص. طب بالمره يا اخويا ما يسالهم وهو بياخد العربيه هيسرقوها تاني امتى؟ شفتي؟ بدات تحلم لبكره اهو. بقول لك ايه؟ كفايه عليك كده هاب، لحسن انت كلامك كتر وكله بقى على الفاضي. بتلقى على عشان فوده صح؟ والنعمه ابدا، بس اللي على راس البطل. الصبر حلاوه، بكره تشوفي. وكده نبقى ظبطناه صح، وفوده دخل في عبنا يا معلم. لسه اللي زي فوده ده مفيش حد يقدر يظبطه بالسهل، وبعدين احنا مش عايزين يخش في عبنا. مش قريك الصح ان احنا اللي نخش في عبنا، نسيب نفسنا نقرا دماغه ودماغ السوق ماشيه ازاي، وساعتها هنكون وفرنا على نفسنا سنين كتير. اه ماشي، بس مفيش بس يا صلاح، اللي زي فوده ده هنعتبره سلمه بس عاليه شويه، هنقف عليها وناخد نفسنا، بعد كده نقزح لفوق، واللي هيفكر يقف قدامنا هنفرمه برجلينا. يا ابني اللعيبه يا مسيد، تصدق بحبك. ملاتي وحياتك يا نصر، ما بيهمد لي جفن غير وانا مستحلفاه، بس اول ما يطل عليا ويمد لي شفته وضحكته من هنا لهنا اطبقع زي الجرده. بيعرف يلمني ابن الايه؟ الله، ملك يا نصر، ملك يا وليه، في ايه؟ الله، عمال انتع في الكلام من ساعه ما جيتي، لو كلامي مش عاجبك جيتي ليه؟ جدتي مش طايقه قعده البيت، معلش يا اختي. الله، ملك يا نصر، انا اول مره اشوفك بالشكل ده من ساعه ما المحروس ما جه، هو زعلك في حاجه يا اختي؟ هو مين ده؟ اه سيد. صباح الفل. صباح الفل على اجمد نصره في النصريه كلها وضواحيها. يا ست الكل، انت بكرمشه وشك علينا ليه؟ هو انا صدر مني ايوتها حاجه لا مؤاخذه؟ بقول لك ايه؟ ربنا يسترك. تروح لحالك وتسيبني في حالي، لحسن انا خلاص وصلت لاخري. وانا ماليش اخر، واللي يحب اخره عند حبيبه. طب وكتاب ربنا؟ وكتاب ربنا المجيد انا بدعيه كل يوم انك تبقي بتاعتي. ارضي بقى، ارضي، ده انا شايف القبول في عينيكي. طب اقول لك حاجه، مالكيش نفس في حته لحمه بتلو كده تحطيها لما مؤاخذه على صدرك تطهري لك قلبك؟ عيل يعني. اسكت اسكت واكتم خالص، خلي لسانك جوه بقك لبلعهولك. عليا النعمه من نعمه ربي، لا نزله على دماغك اغفلعك نصين. انت بترفعي الشبشب على مين يا ماره؟ مين دي اللي يا ماره يعني؟ انت. وعلى الحرام من ديني ورحمه امي، لكون متجوزك غصب عنك قبل ما يكون برضاكي. ليه يا اخويا؟ هو غلط. من ديالة اللي مارة وريالة السعادة. ترى ايه يا بنت انت؟ اجري باللعبة دي بدل ما اشقك. رايح فين؟ رايح فين؟ شيلك مالك كلنا، انا قلقانة. خدها نصرة. عاملة ايه دلوقتي يا بنت؟ الحمد لله. بس كنت جاي اطمن عليك يعني. هو انت بقيتي كويسة اهو، دي راحت خالص. ايوه. ودي يومين ان شاء الله هتبقى كويسة. كويسه طول ما انت كويس. هو انا جبت لك حاجه بس كده؟ ايه؟ ده عشاني انا؟ دي شنطه وموبايل بدل ضاعوا، عشان ما تبقيش زعلانه. بجد؟ انا لو كنت اقدر اجيب لك احسن منهم 100 مره كنت جبت لك يا بطه. دول لو شويه تراب منك انت بالدنيا كلها. أنا بحبك يا بطة. تحبيني؟ بحبك قوي كمان.
مين يالا انت هو اللي ماسك المحل ده؟ روح يا عمر يا باشا، بس على الهادي، احنا برضك محل محترم. اكتم يالا هتوب. على فين يا باشا؟ بس يا باشا باشا يا باشا اسمعنا. طيب يا باشا عم بالراحه يا عم، جاي معاك خلاص يا باشا. اسمع ورا، كلم المعلم. يا كلم المعلم ماشي. ليه؟ شرف ام مربيك انا بيه الكلب، والنبي ما تشوف لنا حلفان عليه القيمه. شرف ايه اللي يجيب الاشكال الوسخه دي بس؟ وفيها كبير عالم وسخه، يقول لك بيخلطوا السمين بالحشيش. وانت عرفت منين يا بولبول؟ عرفت منين ايه يا سلطان؟ ما انا كل ما اخش اكل الدهوي. اوعى تكون انت اللي احنا مش هنشرب حاجه غير الشاي ده ولا ايه؟ عيني ظهر الحجر للمعلم يا ابني. عامل كام ده بالتمييز؟ ايه بنت الغباوه دي؟ ما ده اللي بيخلي زمان تطفش منك. اوعى تكون فاكرني عيالة صغيرة بكلون ابيض عشان تضحك عليا. ما فهمناها خلاص. تشتري مني لغيري عشان تحرق دمي، وتشعوطني عشان تجيبني على ملا وش. عشان تعرفي ان انت يا ابني الورد انا كنت جايبهولي، ما دي الحاجة اللي هتخليكي تضحكي. ومين اللي روحه؟ مش عمايلك؟ تدخل وتخرج عليا عشان تعشمني، ولا انت واخدني ورث وانا مش واخدة بالي؟ مكتوب على اسمي كمان، وعشان اثبت لك بنتي بحبك، كلها كام يوم وهنتجوز. ايه يا بنت في ايه؟ تاني تاني يا سعيد يا بنت اصبري. طب جربيني المره دي. لما تعوز تتجوزني يا اخويا هاتني كده من شعري واديني للمعزوم. يا بنت اصبري اديني فرصه، جربيني المره دي. يا سيد الحقني يا اخويا. ارحب في ايه؟ حد جرى له حاجه؟ نصرة نزلت من الصبح وما رجعتش لحد دلوقتي وقافله تليفونها. يعني ايه الكلام ده؟ تعال يا لهوي. انا عايشه مع ابويا وست اخوات صبيان في بيت صغير جدا، اوضه وصاله وحمام صغير تقريبا مكشوف. انا تعرضت لحالات مش عارفه اقول ايه. تمام تمام. اتعرضت لاغتصاب من واحد منهم من فتره طويله، وبعدها بقى بيعمل ده معايا عادي جدا. بتقول ايه ده؟ انت اتجننتي؟ احمد انت مش فاهم حاجه. انت مين اللي قصدك ده؟ فين؟ ده خلاص خالص. مالك يا واد يا صلاح؟ شكلك ناوي حد على نيه غبر. ايه؟ قول لي ابوك شبشب لك؟ يونيا لم ليلتك عشان مش ناقص، وما تجيبيليش سيره الراجل ده عشان العفاريت الدنيا بتتنطط في وشي. يا صلاح يا صلاح، صف نيتك ناحيه ابوك. ابوك راجل جدع وعتره، والف واد يتمنى يتسمى باسمه. انا مش عارفه انت قرش ملحته ليه. ليه؟ عشان كتير اقلها امي اللي رميها في ضنك وماشي يوزع خيره على النسوان، واللي يغيظك ان هي راضيه ومبسوطه وتقول له كمان يا اخويا اديني على راسي بجزمتك كمان. أمك بتحبه يا صلاح، واللي بيحب حد بيتمنى له الهنا حتى لو ما كانش في حضنه. يلعن أبو الحب اللي يذل صاحبه يا شيخ. أنت بتقول كده عشان لسه ما لقيتش اللي تشوكك في قلبك وتشبشب لك. إيه ده إيه ده إيه ده؟ صدق شكلك لقيت هيوسخ ومخبي عليا. قول لي يا ودي صلاح، مين دي اللي انتصت في نوادرها وبصت لك؟ بعدين يا هوني لما يهفني مزاجها اقول. لما اي اخويا يهفك ان شاء الله الحشيش اللي طفحته عندي يطبق على مراوحك. لما قلت لي دلوقتي هي مين؟ وربنا ما عرف البت دي من دون صنف الحريم كله عملت فيها ايه. اول لما المح طرفها بس تلاقي قلبي بينط من مكانه زي اللي واخد عيار، واما شفايفها يا دوب تتوارب عشان تتكلم، وداني بتتسك عن اي حس حواليا إلا حسها. حسها بيكتفني من كل جهة. تكتيفة عدلها أربعة يفكوها، بس تكتيفة ناعمة ولا تدوب الحرير. ولما تفرق عيني عليا الحرام بحس إن مشيتها بتقفل جفني سنة بسنة. أحيا عليك يا واد يا صلاح، ده أنت غرقان في شوشتك. ويا ريته عاجب. وليه بقى ما يعجبش إن شاء الله؟ عشان الدنيا تمامها كده. انسي. وامتى ده حصل؟ وزي ما حدش يقول له فين سعيد؟ جاي ورايا على طول، طلع بس على المحلات اللي بتورد لهم الشغل يسال عليها هو وميس. هو جه اهو. يا سيد وصلت الحاجه؟ مفيش حاجه يا عم سلطان، سالت كل الدنيا مفيش حد يعرف عنها اي حاجه.
طب حد سأل في الاسم؟ بلبل لسه مكلمني، مفيش ولا بلاغ. طب انا هطلع على مستشفى احمد ماهر ومستشفى المنيره، اللي يوصل لحاجه يكلم التاني. لو عرفت حاجه كلمني على طول يا عم سلطان. مخك يا بلبل، طمني في جديد. زي ما قلت لك كده بالظبط، دفتر الحوادث الحمد لله هي مش موجوده فيه خالص، ولا في اسم السيده ولا في نقطه المنيره. بس بقول لك ايه، وانتوا بتدوروا على عيل تايه اسمه عمر. عيل تايه مين وعمر ايه؟ اسمه عمر احمد عبد الحليم، امين الشرطه صاحبي في اسم السيده. هو قال لي كده، الست نصره جت على العصريه كده عندهم وقدمت بلاغ اختفاء عن عيل بالاسم ده عنده حوالي 15 سنه. فقلت اسالك يمكن في علاقه بين الموضوع ده وبين غيابها. يعني بتكلمي مين انت كمان؟ لا يا اخويا، اصل اصل ايه؟ تعرفي حاجه عن نصره مخبيه عليا؟ يا لهوي انا اعرف حاجه. ما تطلعي بنت في ايه؟ في ايه يا سيد؟ مالك؟ اصل هي اتخانقت مع الواد حماده وخدت في وشها كده. حماده مين؟ حماده الطيب؟ ايوه. وبيحكي مع اختي في ايه؟ بس الفتحة موضوع الجواز تاني. تاني ايه؟ هو كان في اولاني؟ ايوه بس هي سكته بالجامد. من ورا ضهري يا ميسا. بس يا سيد حرام عليك. حماده بنت كمان. ما خلاص يا ابوخة بقى، ما الست كده في ايدك حرام، طلعهم انت بس وانا هقول. هو فين ابن الحرام ده؟ عندي المصلحه دي. طلع. تعرف مكانه؟ اعرف يا عم. اطلع بنت فوق. اطلع فوق كويس يا عم بقى. تعالى قول لي في المكان. في ايه مالك؟ قلت لك عندي. وريني هو فين. يلا بينا. ابتدت تستهبلي. هو في واحده محترمه بتعمل اللي انت بتعمليه ده؟ يا احمد والله العظيم، والله العظيم ده كان تمثيل. انا وشي ما كانش باين اصلا. افهم بقى يا اخي. تمثيل ايه؟ قولي الكلام الزباله ده قدام الناس وتقولي تمثيل. وانت من امتى ليكي في التمثيل ده اصلا؟ وانت مالك؟ بس بقى، يبقى انت اخوك كمان. شوفي اختك المحترمه اللي فرحانه في كل حته. انا محترمه غصب عنك. انت تعمل ايه يا راجل ولا ايه يا يالا؟ راجل غصب عنك يا سافله يا بنت. بس خلي النادي تفوت على خير. بس بقى انتوا مش دغنين باي حاجه، واحنا مش لاقيين نصره من الصبح ولا عارفين عنها حاجه. يعني ما حدش عارف عنها حاجه. حمامه الطيب زياره. يا طيب. يا سيد انت ينفع اختي اللي ورايا طيب ورحمه ابوك ما حصل. انا كنت رضا في الحلال يا جدع. طب لما انت رضا في الحلال تتكلم عن النسوان ليه؟ رجالتها ماتوا. امتى يا ياض؟ نصره فين؟ يعني ايه نصره فين يا سيد؟ اختك فين يا سيد؟ انت هتتصابط يا روح امك. نصره فين يا ياض؟ اجيب عينيه. امتى يا ياض؟ عبد الله الحرام مديني ما اعرف. انا هاذي نصره برضك. لا انت ولا 10 زيك يا عبد السلطان. لقيتوها؟ ماشي. افتح يا بلبل. حلني من هنا يا نبيل، انا لازم اخرج. لا لا لا، حمامه تخرج فين؟ انت مش تستقلب بيا وكل ما اجي اكلمك تقول لي اصلي ايه؟ اصلي انا محصور وتسيبني وتمشي. يا عم حقك عليا، اللي تؤمر بيه هعمله. شوف انت عايز ايه. معلمك تجيب لي قراره. ماشي. اللي بعده. انت مش كنت محصور؟ انا عايزك تفك حصر قدام الجرابيع دي كلها وفي منطلونك مفيش نقطه تنزل على الارض. بسرعه. ألف سلامة عليكي يا أختي، كده برضو تخضينا عليكي. ما تتخضيش على غالي. رجلي هتموت. كنت ماشية يا أختي مش دريانة بحالي، طلعت لي عربية من تحت الأرض. يا لهوي. بصتني وهر. تلاقيه المهم اللي سلكهم محمول، أصل إحنا اتصلنا بيك ياما. ألف حمد وشكر ليك يا رب. الحمد لله انها جت على قد كده. انا كنت خلاص يا نصر قربت اقع من طولي. بعد الشر عليك يا اختي. انا هنزل اقابل احمد نجيب لك الدواء ونيجي على طول. انت ما تاخريش يا رحيم. حاضر. هو ايه اللي حصل يا اختي؟ بقول لك ايه، واحنا لسه هنحكي زمانهم الاثنين على لحم بطنهم الصبح. يلا بركه انك بخير. الحمد لله انها طمنا عليك. ربنا يخليك يا اختي. مالك يا سيد؟ يبقى الكلام ده مش داخل دماغي. صلاح اللي انت عايزاه ده هو نفسه هو بيطلبك مني. ما كانش بيصدق نفسه، لكن حاسس انه بيطلب حاجه ابعد من خياله. تيجي انت تقربها له وتقولي له اه. وما اقولش اقول لي يا سيد.
هو يتعايف في ايه يعني؟ مش ده صاحبك اللي متربي معاك وملازمك في الصغيره قبل الكبيره؟ هو عشان متربي معايا انا هرشو، وعشان مربيك انت كمان عارف دنيتك فيها ايه. الموضوع مش ان انت عايزاه، في حاجه تانية انا مش عارفها. انت لا ينفعك صلاح ولا اللي زي صلاح. جايز يكون كلامك صح، بس الكلام ده لما كنت ايه بتاعت زمان. يا سلام، وفات قد ايه على ايه من زمان لدلوقتي عشان تحكمهم ما بيننا؟ طول عمري وانا بحلم اخرج من الحاره دي باللي فيها. زهقت من العماير وبيوت المعفنه القديمه اللي متسنده على بعض. انا مش مستعار من عيشتنا، لكن كل واحد فينا برضو بيدور على الاحسن. وايه اللي اتغير؟ اللي اتغير اني صدقت ان مفيش حاجه هتتغير. بص حواليك يا اخويا، لو فكرت اخرج هخرج بايه؟ يا بشغل يا براجل اللي عشت عمري كله بتمناه، اللي يجي ياخدني من الحاره دي. قلت لي بلاش شغل، قلت لك امين، والراجل من دول بيدور على واحده من عينته، لكن انا هياخدني على ايه؟ على حاجات كتير حلوه زي القمر، متعلمه ومن بيت كل اصول، ما كتير قوي زي، ومعاهم شهادات واحسن مني كمان، لكن هي ما بقتش بالمؤهلات. وصلاح على قد مؤهلاتك؟ صلاح هو اللي شبهي. شبهك يا بنتي؟ فاهمين، صلاح ده هنكد عليك عيشتك، هيكرهك في حياتك اللي انت اصلا كرهاها. عارف عارفة ريا ايه؟ وانت بتعنيدي مع نفسك؟ تقول اتجوز صلاح وعيش وخلاص، بدل ما اسيب نفسي تسوقني للي عايزاه. واللي ممكن برضه يمشيني في سكه غلط. انا كل اللي يهمني رضاك عني، مش عايزه ازعلك تاني والله. حبيبتي انا بتكلم لمصلحتك، افهميني كويس، انت الدنيا لسه قدامك، وتقدري تحققي كل اللي نفسك فيه. حبيبتي الدنيا دي زي السهر، مره ترمي واحد ومره ترمي ست، بس اللي يقرص عليها ما يسيبش الدنيا تقرص عليه. اسمعي كلامي فكري فيه، ولاخر مره اقولها لك. سلطان مش موجود. ومين قالك اني عايز سلطان؟ انا جاي لك انت. جاي لنا؟ خير يا صلاح؟ ولو خير كنت هتشوفي وشي. ما تركبش. انت عايز ايه بالظبط يا صلاح؟ ما تجيب من الاخر كده وتقول اللي انت عايزه على طول، علشان انا مش حمل هري. من ابو ناهيه كده، انا عايزك تسيبي موضوع القهوه ده خالص، تنسيه من دماغك، وكفايه عليك اللي انت شفطتيه. وانا كنت عملت لها ايه القهوه؟ ما هي متلقحه. بقول لك ايه؟ انت عارفه ان انا هرشك كويس، وصايع على صايع يعوروا بعض ويجيبوا دم. سلطان راجل كبير ولا مؤاخذه خرفان، وانت هتملي فيه وتحطيه في صدرك. انما انا بقى ابن مره، لا حد بيضحك عليا ولا حد بيبلفني. ابوك عندك يا صلاح. ابقى روح يا حبيبي قول له كل اللي انت عايزه، وتطلعني من دماغك دي خالص. لا يا حلوه، انت اللي هتقولي له، وهتشيلي من دماغه فكره القهوه خالص، والا وحياه امي ما هسيبك ولا اطلعك من دماغي لما اخلي عيشتك مرار، واخليك تحصلي اللي سبقتك وتترمي بره الحاره. قشطه. جرى ايه يا صلاح؟ لو انت جاي عشان تهددني في بيتي، انت عارف سلطان لو عرف. سلطان لو عرف يبقى انت قضيتي على نفسك. فاهمه يا قطه ولا مش فاهمه؟ انت ايه؟ انت كدابه ولا انانيه ولا شطانه؟ قوليلي قوليلي انت ايه؟ مالك بس يا رحيم، انت بتعملي كده ليه؟ بعمل كده ليه؟ انت ازاي وحشه وسودة من جواكي قوي كده؟ انا عملتلك ايه عشان تاخدي مني الحاجه الوحيده اللي اتمنيتها في حياتي؟ وشك الحلو المزوق ده ازاي مخبي وراه كل القرف ده؟ جاوبيني. انت تعملي فيها شهيده؟ انا لا ضحكت عليكي ولا عملتلك حاجه. امال تسمي اللي انت عملتيه ده ايه؟ فضلتي ورايا لحد ما خدتي صلاح، خليتيه يبقى معاكي. نعم صلاح، انت باين عليكي هبله قوي. انت المفروض تحمدي ربنا ان انا خلصتك منه ومن مسخته، يعني المفروض تشكريني على اللي عملته. اشكرك؟ انت اكتر واحده اذيتيني، انا عمري ما هسامحك. انا ما حلمتش بحاجه كبيره عشان تستكتريها عليا. ليه كده؟ ليه ليه؟ صلاح هو اللي جري ورايا عشان يطلب، وانت كنتي قدامي، يعني حبيبتي لو كان عايزك كان جالك. يعني انا اللي غلطانه في الاخر؟ طبعا، ما انت طول عمرك كده شايفه نفسك احسن واحده في الدنيا، وبتاخدي كل حاجه من غير حتى ما تطلبيها، لكن انا ارضى باي زفت وانا حاطه جزمه في بوقي. كفايه بقى كفايه. انت ايه يا شيخه؟ ارحمي نفسك وارحميني، الكلام ده ملوش اي 30 لازمه خلاص. اوف يا
على ابويا اللي انت ركبتيني حقه، بس ما خبيتوش عليك انت. وانا كدبت عليك في حاجه عفشه؟ انا داريت عليك عشان المصلحه، ولولا خوفي منك انا كنت عامل منك ليه؟ وانت كل واحده فيكم تركب الغلط تيجي دي مساحه في خوفها مني، وانا ايه؟ قول. وانت شفتوا مني ايه غير طبطبه وحنيه وعشره ما طمرتش فيكم؟ عملت لكم عشان تخافوا مني. ما تنطقي يا ميسه. الكلام مالوش عايزه يا عين ميسه. لو انت شايفني وحشه وبنت كلب وما استهلكش يبقى خلاص سقط عليك قلبك وهو يقولك. مش قبل ما اصفى من ناحيتك ولحد ده ما يحصل ما تسالنيش في حاجه. انت فاهمه؟ بوشي انا اسفه لتاني مره. اللي هو ايه ده يا حبيبتي؟ ارجوكي ما تصعبيش عليا الحكايه بزياده. انا عارفه اني غلطت وضيعت الفرصه ان انتي تنتهيني، بس صدقيني كان غصب عني. انتي مش بس ضيعتي منك فرصه ما كنتيش تحلمي بيها، لا انتي كمان خليتي منظري انا زفت قدام الناس. وعلى فكره انا عمري في حياتي ما حد عمل كده معايا. فاهمه يا بوشي، بس صدقيني انا مش قصدي خالص اني ابقى السبب في ده. بالعكس انا عشان يهمني معرفتك جيت اتاسف لك تاني واعرفك الظروف اللي مريت بيها في البيت. وايه بقى اللي اتغير في ظروفك دلوقتي؟ اني هتخطب. وانتي بقى فاهمه ان ده حل؟ بالعكس ده هيصعب امورك اكتر بكتير يا شاطره. الا اذا كان هيتقبل اللي انا هعمله وهيساعدني كمان. وده مين بقى الاوبن مايند ده؟ صلاح. صلاح؟ صلاح اللي ريحه بكلمتك عنه. مش عارفه بس ده اختك بتحبه، ازاي هتتخطبي له؟ هو طلبني انا عادي. ورحاب عرفت؟ دي منهاره بس عادي برضه، بكره تتعود. خرب بيتك انت فعلا قدرتي تعملي كده في اختك؟ عشان اعرفك اني مصممه وعايزه اوصل، بس كل اللي انا محتاجاه منك انك تديني فرصه تانيه وانا هشرفك والله. ما خفتيش عليها؟ هي اللي عملت في نفسها كده وانا استفدت منها مش اكتر. يبقى نفضها سيجا يا فندينا ونجيب رقبته ونخلص. هنرخي الزمن، هنعمل حساب لجعير زي عرابي ده ولا ايه؟ شوف بالذمة الكلام، اقول له طور يقول احلبوه. ما تقبض تاخده بطل جعجعه، هو فرشة طرش منك تقطع رقبه اللي هرش ولا ايه؟ وانت ليك فيها يا سيد؟ يابا انت تمامك تقعد هنا تتعلم وتسمع وبس ولا هتعمل فيها؟ عوض يا تظبط كلامك يا تفارق. سيد عنده حق، وشوميه اهلك ما تنفعش في الحوار ده، فاهم يا فندينا؟ مش كده بصراحة يا معلم، حاجه تحت الدم، بس انا شايف سكه تانية. قول يا اخويا، طالما قلب البحر اللي اسمه عربي ده عارف يقوم الموج علينا عشان يبلعنا، انا شايف ان احنا مالنا حبتين والموجه هتعدي وساعتها ترمونا على الشط، ساعتها بقى نشفي ونقطع. يبقى ما بتشوفش؟ هو في يا معلم رجالتك حصل لها ايه؟ واحد مش فاهم حاجه والتاني عايز ينخس النسوان، هو في ايه؟ اثبت معلمك بقى يا سيد. ماشي يا ابن عمي، دلنا انت اولها كده. طيب تقطع معايا العشم عشان ما اقلش منك قدام المعلم بتاعك. تانيها يا معلم، الليله من ناحيه عرابي برشام على الاخر، ما ينفعش تبقى عليه. امال على مين؟ على ايه مش على مين؟ الحاجه اللي رايحه له لو هي الكف اللي هتتسكي بيه لازم يتقطع قبل ما تمد عليها. المهم ما تشغلش دماغك، الليله دي انا هخلصها لك في سنتي. المهم دلوقتي انا عايزك كده في موضوع على انفراد، مش هينفع كده قدام الناس على هوا. صلاح. ايه يا دكتور؟ ايه اللي موقفك كده؟ ده انا واقف مستنيك بس. خير يا صاحبي. انت عايز توصل ليه بالظبط يا صلاح؟ في ايه لا مؤاخذة؟ في موضوع ايه؟ وده في ايه غلط؟ انا راجل جاي دغري ودخلت البيت من بابه. ايه؟ ايوه اشمعنى ايه يعني؟ والحاجات دي فيها اشمعنى يا دكتور؟ القلب ما يريد يا اخي. هو بس هي في سكه وانت في سكه تانيه خالص. الحب بيقرب السكك يا ابو حميد. احنا شباب زي بعض وانا عارف انك هتفهمني. انا بقالي زمن بحب اختك وكاتب. وكنت بقول نفس كلامك. انت فين وهي فين؟ انت من سكه وهي من سكه يا ابو صلاح. بس قلت خلاص مفيش فايده. يا جدع مش عارف اطلعها من دماغي. قلت استجدع واخد خطوه زي الرجاله واللي يحصل يحصل. طب لو قلت لك انها مش هتناسبك ومش هتعرف تعيش معاها
عشان دي اختي وانا عارفها اكتر منك، هتقول ايه؟ اقول لك شكرا على النصيحه يا احمد، بس انا لو بحبها استحملها وهيبقى على قلبي زي العسل كمان. في حاجه تاني يا احمد؟ لا صلاح خلاص. مش عايز حاجه؟ شكرا صلاح. ماشي يا دكتور. تعجبني انا قوي الدماغ المتكلفه دي. اهو الخازوق ده أنا احمل اللي قبله. بلى هيطلع بالنافوخ عرابي بالدم. وحياتك لا خليه يعلق يفطر على صدره مكتوب عليه فضل الاسمر يقول حزبوني. حلو. ارمي بياضك بقى يا سيد. ما هو مش معقول الخطفه دي والكلام الفرداني عشان موضوع عرابي بس، والا كنت نقيته جوه قدام جوز الخرفان. جايبني انت برضه. انت مجربني وعارف شغلي. حصل. عشان كده هجيلك في العيد. مفيش حد بيحب غيره اكتر من نفسه، صح؟ معلوم. وانا بحب نفسي وكنت عايز اكبر. طب ما انت بقيت كبير رجالتي، ولا لسه مستني اماره تانيه؟ امارتك ان انت تخليني اعمل اللي انا عايزه. انا راجع من بره معايا قرشين، وكنت عايز اشغلهم في السوق. عايز تسيبني يا سيد؟ هو احنا لحقنا يا ابني؟ ومين اللي قال كده بس؟ كلامك ملوش سكه تانيه. ليه؟ هو انا غشيم ولا قليل الاصل؟ انا هفضل معاك زي ما انا، تحت طوعك وتحت كلمتك. كل الحكايه ان انا عايز اعمل حاجه عشان بكره. بكره بتاعك ده معايا انا. ايه اللي اتغير؟ اللي اتغير ان الدنيا عماله بتجري وانا ورايكم لحمه وعلى ايدك، الطلقه بتيجي في ثانيه، مش عايز اروح فيها وما اعملش حاجه للعيال دي. ما تلفقش. يا تنطح مع رجالتي يا تنطح فيا، السوق ملوش تالت. لا ليه تالت، بس انت تسمعني. اعتبر المحل عليه يافطه مكتوب عليه فوضى الاسمر زي ما هي، بس فوضى الاسمر من الباطن مأجر لابن اخوه الصغير. طب وحق اللي اسمه حميد وبيشاور لك على السكه ويديك النصيحه؟ وقتي وعلى الترابيزه. مش قبل ما اقلبها في دماغي تاني يا سيد. قلبها ودورها مليون مره وانا مستنيك، بس ما تزعلش من اخوك. باذن الله معلم. بالسلامة. ما تنام يا ابني بقى. خير يا غالي؟ عاوز حاجة؟ انك عمال تفرك وعامل نايم، ركبتني العصبي. طب ما انت بردك من ساعة ما جيت من الشغل عامل نفسك نايم، وانا ما قلتش حاجة. غلباوي كمان. طب يا سيدي انا عارف انا سهران ليه؟ انت ايه بقى اللي مسهرك؟ خاف اقول لك تتريق عليا. اصلي مستخسر النوم في فرشتي. انا بقول لك ايه؟ أنا غير الناس هنا كلها خالص، يعني جو نص الكلام ده أنا ما بفهموش. بص يا سيدي أنا هقولك، أصل أنا من ساعة ما هيتها الدنيا نايم في فرشة مش بتاعتي، دايماً حاسس إن في يوم من الأيام هسيبها، لكن من ساعة ما جيت هنا وأنا مش مصدق إن أنا نايم في بيتي، فرشتي لوحدي، مش عايز أضيع الوقت في النوم، عايز أتبسط بيها. طب اطلع، اطلع نام جنبي يا ابني، من سلامة الأرض دي خالص. بقول لك ايه يا ابني؟ انا ورايح تنسى الكلام اللي انت بتقوله ده، انت لسه صغير. ما لما تكبر بقى وتشوف الدنيا على حقيقتها هتقول ايه؟ الدنيا يا خالي ما تفرقش بين كبير وصغير، كله بيدوق منها، بس اللي هرشها من صغره هو اللي بيعرف يلب فيها لما تشد عليه. لا ده احنا شكلنا هنقعد مع بعض كتير. يا ريت يا خالي، يا ريت. ان كان عليا مش هسيبكوا تاني ابدا. طب اطفي نور يلا عايزين ننام. اخلص. لو بتشخر هنزلك تنام تحت تاني. بقى انت اللي تقول كده معلم سلطان؟ واكتر يا سيد. صلاح ده لو اخر راجل في جمهوريه مصر العربيه برضه ما تديلوش واحده. الله، طب ليه؟ عشان ده ابني وانا واكله وشربه وعارف وسخته فين. معقول؟ معقول يا سيد تديله ايه؟ الورده المفتحه اللي لسه بريحتها انت عايز ترمي اختك في الزباله ليه؟ زباله؟ زبالتي يا عم سلطان. انت دلوقتي اللي بتوقفها له. ايوه يا ابني، كل واحد اضرب صلبه. وصلاح ده بير وساخه، انا ما رضاش ان الوساخه دي تلط واحده من اخواتك. حواراتك انت وابنك دي تحلوها على جنب، ما تقعدش تهيج دماغك على الفاضي. انا عارف انت بتقول كده ليه، عشان الكلام مش جاي على هواك، صح؟ اه صح. البنت عايزاه والواد شاريها، حاولت معاها مليون مره بس هي راكبه دماغها، عامل لهم ايه يعني؟
بعدين ده صلحت اخويا وفي كتفي من ساعه ما وعيت على الدنيا. ما يتعملش معاه كده يا عم سلطان. امال يتعمل معاه ايه؟ نسيبه يمرمط البت ويبهدلها؟ ساعتها بقى نقعد نقول يا ريت اللي جرى مكان. يا ابني فكر واحل الكلام قبل ما ترصه كده وتقعد تقول لي اخويا وفي كتفي وانا في ظهره، والشويتين دول اللي ما يجيبوش امهم ساعتها. خلص يا عم سلطان بقى، كفايه كلام. ماشي على رايك، كفايه كلام. بص بقى يا عم سيد، احنا هنأجل الكلام في الموضوع ده لغايه ما ازور ابوك واحكي له وهو يشوف له صرفه. ابويا يا عم سلطان، وانت بتستقلني؟ ما كلمتي انها ما انت فاهم. لا 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 لا، عشان ليه هستقل لك ايه؟ انت سيد الرجاله يا سيد. بس بصراحه بقى الكلام ده ما رضيش ربنا. رضا الاب من رضا الرب، وانا ابوها وراضي. مات الكلام. مات الكلام يا سيد، بس عشان خاطري فكر وعي. يا اختي تهدي بقى، احنا كنا فين وبقينا فين؟ على الاقل دلوقتي لما بقى يسمع حسك بيرد عليك على قد اه، بس حلو برضو. الحمد لله احمده. انت هتقولي لي على سيد وحنيته؟ عارفه هو ليه؟ واحنا صغيرين لما كنا نتخانق حتى لو كنت انا المحقوقه كان يا حبيبي فرشته ما بتتفاش، رايح جاي من الصالة للأوضة، لا على حمي ولا على بارد، كل ده عشان يصالحني. صح صح، على يدي. وكان ما يقدرش ياخد اللقمة في بقه ولا يحن بيها حنكه غير لما يسمع منك كلمة رضا. قولي يا اختي قولي، ما أنا أصلي مختومة على قفايا ومامضي عليا من اتنين عور. ليكي حق، ما تصدقيش هو ما كانش قوي كده يعني. أيوة كده، كان يخش عليا يا اختي الأوضة يقعد يخبط ويرقع ويعمل صوت لحد ما أصحى. أعرف إنه كان عايز يصالحني بس مستكبر يا أختي، أنا مرتاح ويخرج هو مبسوط وما نفتحش الموضوع ده تاني أبداً. ما هي دي بقى ليلة الذكر اللي زي أخوكي، قلبه ما يطوعوش إنه ما يغضب الغلبان، لكن كرامته تنقح عليه قوي فقلت معلش. آه يا أختي، باين إن إحنا عيده تاني، بشوفها في إيدنا عيني، بحس إنه عايز يسامحني وياخد الواد في حب، بس مستكبر. ايه؟ مش ناوي بقى روق وتصفى كده ابو السيد ولا ايه؟ حلو ابو السيد دي، من انت صغير ما قلتهاليش. ايه بتكسف يا ده؟ انا اخوه. عارف يا ضيعه، يوم ما اتولدت انت ورحاب كانت فرحتي ساعه الدنيا واللي فيها، بس مش على رحاب، كانت عليك انت فعلا. بس انت ما كنتش وحيد يا سيد، يعني ده انت ونصره كنت ولا الاثنين الرجاله اللي اخويا. كنت هاجي انا زود ايه يعني؟ زود كتير كتير قوي يا احمد. في فرق كبير لما يبقى ليك اخ ذكر دمه من دمك، بيقف في ظهرك وبيسندك وبيشيلك لو حد داس عليك. انت فاهم كلامي ولا لا؟ هو انت كنت شايفني كده يا سيد؟ مش دايما، مش عارف كنت خايف ولا افرح ولا ازعل ولا اعمل ايه، بس كنت خايف لا تطلع زي قلبك قاعد وبتتعامل مع الدنيا بغباوه، وفي نفس الوقت كنت خايف ما تطلعش زي تبقى اخويا بالاسم وبس، لا اعرف افضفض لك ولا اتكلم معاك ولا اسمع منك. انا مش لازم ابقى شبهك يا سيد عشان تفضفض. اللي بيفضفض اللي شبهه ده بيبقى بيضحك على نفسه يا سيد. انا هيفيد بايه كلامي وهو بيكرر كلامك؟ انا في دي بالذات لازم اكون غيرك عشان اعرف اقول لك حتى اللي انت مش شايفه. صح، العالم حلو برضو. الموضوع هيخلص بسرعة، مش عشان هو قلبه طيب وبس. أنا امبارح كنت عند الحاجة أم صلاح. آه يا أختي، وبعد ما دعكت لها رجليها دعت لي دعوة، حسيت والنبي إنها ساعة رضا من ربنا، قمت خليتها تدعي لك أنت كمان. إن شاء الله يخليك يا أختي. وتقوليش يا أختي الولية في عمار بينها وبين ربها،
ما مساش عليا الليل في الكباري الا وفرجت من واسع. خير يا اختي احكي لي. لقيت راجل كده متلمع كده وطول بعرض وداخل عليا، قال ايه قاعد مستنيني طول الليل في الكباري. جرى ايه؟ جرى ايه يا وليه؟ احنا مش كنا خلصنا من الموضوع ده؟ قلنا رأس وبس. الله، جرى لك ايه؟ ما انت عارفه ان انا بطلتها من زمان يا بنت. ده مخرج سين عايز يعمل لي فيلم. اه والله، بس مش عارفه كده اسمه ايه. اختي استني ما اطلع لك الورقه. قال ايه؟ دوكو ديكو حاجه كده. يا ديكو؟ ايوه. اوعى يا بنت يكون سيكو سيكو بيقول ديكو. يا بنتي يا نصرة وخف دمك. سيكو سيكو ايه يا بنت؟ ده فيلم. ايوه فيلم توثيقي، فيلم تسجيلي، ايش عرفني يعني. او المهم ان هو الفيلم ده كله هيحكي قصة حياتي ويقول ازاي ان انا كنت رقاصة مشهورة واعتزلت الفن والحاجات دي يعني. المهم بقى ان هم فيهم قرشين زغابة. النبي يا اختي تستاهلي كل خير. ربنا يوفقك يا اختي يا رب، ويحنيني انا كمان، ويريح قلبي بكتفين اخويا وابني. قادر كريم يا رب تجمع بينهم بالحب يا رب. يا رب ان شاء الله يا اختي، ان شاء الله ان شاء الله يا حبيبتي ان شاء الله. مش ناوي تروق لاختك نصرة ولا ايه؟ اختك وجعتني يا احمد، عايز حق ربنا. انا ما كنتش اعرف حاجه عن جوازه من عبد الحليم ولا عن الولاد. ولا ازاي قلت انك ما كانش ينفع اسكت؟ ما كانش ينفع زغاره قدامكم عشان نصر اختكم الكبيره؟ ما كانش ينفع اكسرها قدامكم؟ بس برضه ما قدرتش تسامحها يا سيد، وحملتها كل حاجه صح؟ ما جاش في بالك انها ممكن تبقى بني ادمه يعني زينا عادي وتغلط؟ وفي ايه؟ في ناس من كتر ما بتحبهم ما بتستعملش تشوفهم زيك، بتبقى عايزهم انضف منك بكتير. جايز تقدر تسامحهم بس تنسى؟ لا. هتنسى ازاي وانت بتشوفهم كل يوم بيتغيروا قدام عينيك؟ بس دي انانيه يا سيد، عشان احنا ما نعرفش هم ظروفهم كانت ايه. احنا ممكن نتحط في حاجات اكبر من كده كمان، بس ساعتها احنا هنعرف نبرر لنفسنا وللناس كويس قوي. بس انا اقول لك بقى، لما بتيجي من اكتر حد انت بتحبه ما نقدرش نسامح، مش عشان هو غلط، لا، عشان احنا بنحس ان احنا اللي غلطنا، ان احنا وثقنا فيهم قوي كده. ممكن توصل ان احنا نكره اللي بنحبهم عشان بس نعرف نحب نفسنا. يا ولو ما قدرتش هنخسر يا سامح، هنخسر فاهمين ان هو ملك. بس لا، الحقيقه ان احنا اللي ملكه عشان احنا اللي بنحبه. وهو ده اللي تعبه. خلاص بقى يا سيد، ما مش مستاهلة ولا ايه؟ صح عندك حق، مش مستاهلة. ايه الاحراش اللي انا واقف فيها دي؟ غاب التين شوك. ايه يا حمامة انت فين؟ انت فين يا شبح جنبي فين؟ انا مش شايف اياته غير تين شوكي. اه انت في الصندوق الاسود ده؟ ماشي يا اسطى. آه يا بقى كده. امال كنت فاكرها ازاي؟ عاوز تقعد وتجري؟ طب انت اقفل، فاهم رجالتي ايه؟ اقفل زيك. حاسب على كلامك يا فودة. المعلم فودة يالا. اوعى تكون فاهم اللي عملته في المصمت ده هزاني. انت شريطة مقياحة يا نبيل، فاهم؟ اخرك تهوهو على الغلابة، انما تزوم عليا انا أشقك ما تلحقش تندم. أشقك؟ آه فودة أنت فاكرني يعني عشان أنا بديك احترامك في الدخلة وفي الخارجة ومقامك بقيت لواء واجب التحية؟ لا يا فودة، خلي بالك إن أنا عارف أصلك وفصلك كويس وهرشك، يعني دولاب مفتحية ولا حاسب الحكومة يالا، فما تعملش كبير عليا عشان أنا ما بتهدش. واخد بالك؟ مسيرك تقعد تحت ترسي وقطعك. بقى كده انت عارف حلاوه البقين العفشين اللي قلتهم دول ايه؟
اكري عليك حته عيل صغير يلوشك رصاصه ونخلص، لكن لا، ساعتها هعمل لك قيمه وانت ما تستاهلش. انا هوريك قرصه فوضه الاسمر اللي بتطلع بالدم، وابقى صباح لي على نفسك يا حضره الامين. وايه اللي مخليك مالي ايدك كده؟ ما يمكن ما يوافقش ولا يعمل فينا مغرز. فوده ده تعبان. هيوافق وبكره تشوف. بعدين مغرز ايه؟ عمرنا جبنا ورا ولا انت قلبك خف يا صلاح؟ انت عارف يا صاحبي ان انا قلبي مش خفيف، بس احب اوزنها، وهي بصراحه مش عايزه تدخل دماغي. ازاي هسيبك تكبر بالسهوله دي؟ الراجل محمل عليك في كل حاجه، هيسيبك تخلع من تحت باطه كده؟ ومين قال لك ان انا عايز اخلع؟ السوق كله في عبء، يعني مين محتاج مين اكتر من التاني؟ انا ولا هو؟ كلام موزون يا صاحبي، بس لازم نحرص برضه. عملت ايه يا صاحبي في اللي انا كلمتك فيه؟ في ايه يا صلاح؟ انت عارف ابو السيد. لا يا صلاح، مش هينفع. ليه؟ ليه؟ ليه يا سيد؟ اسمع صلاح بقى ومن ابو ناهية، احنا اخوات مش كده؟ واكتر يا جدع. هجيبها لك على الرايق عشان نخلص. الموضوع ده تنطره من دماغك. هي مش ليك ولا عمرها الكلية. ولا عمرها الكلية؟ ومالك بتقفلها في وشي كده يا جدع؟ وانا ايه عيب يا سيد؟ قول عيب معلمش عليك في ايه؟ غير يا صلاح، هتنسى نفسك ولا ايه؟ هتنسى احنا مين؟ وهتفتكر شوية الفلوس اللي معانا دول هيعملونا بني ادمين؟ احنا مالناش داعي عند حد. واسطوانة الحب والشحتفة دي ما تصرفش معايا، عشان احنا عمرنا ما عملنا لصنف الحريم أي قيمة. يا جدع أنت دنيتك كلها ماشية من ورايا في الصغيرة قبل الكبيرة. لما بغفل عنك ثانية بتقع وتقول الحقوني. دلوقتي لو حصل لي حاجة يا صلاح هتطمن على البنت ازاي؟ هتفهم، افهم ما تبقاش غبي. لو ليك أخت هتجوزها لي. أجوزها لك يا سيد. وأنا مش هرضى أعمل فيها كده. نهاية الكلام. الموضوع ده هيتقفل. بدل ما كل مرة أسمعك كلمتين يزعلوك. وأنت هتسمعني إيه يزعلني تاني يا أبو السيد؟ ما أنت جبت كل اللي مخبيه في عبك بقالك سنين. متشكرين يا صاحبي. ياض اسمع ما تبقاش غبي. ناقصاك أنت كمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بولبول. ده إيه اللي بيحصل ده؟ لا مؤاخذة. ده المعلم بيبيع نصيبه. يلا عاد روح شوف شغلك يلا. الواد ده بيتكلم صح يا سلطان ولا إيه؟ آه صح يا نبيل، وأنا قايل لك قبل كده في إيه؟ برضه عملت اللي في دماغك؟ أنت إيه يا جدع؟ أنا رأيي عندك ملوش عزا، أنا بحالي كده عندك ماليش عزا. يا عم لم جناحاتك بعيد عننا، أنا بعت نصيبي، نصيبك زي ما هو، يبقى رأيك له عزا في الحكاية في إيه؟ لا لا يا اسطى مفيش ولا بيع ولا شراء ولا أي حاجة من دي هتحصل. بقول لك إيه، اتكلم على هاتك يا نبيل عشان ما أزعلكش. أنت تعملها معايا أنا؟ أه أعملها معاك. يلا يا عم من هنا يا عم. السلام عليكم يا استاذ نصر. اهلا يا معلم. أنا قلت ما ينفعش أخر زيارتي ليكي أكتر من كده. ألف سلامة على رجلين ست بنات المنطقة تما. الله يسلمك. لا مؤاخذة سيد مش هنا، مش هقدر أقول لك اتفضل. آه بس الدكتور موجود وسيد جاي ورايا. هو فين؟ دكتور تلاقيه نايم له ساعتين قبل وردية الليل. بس برضك حسه في البيت، يبقى إحنا ما عدناش الأصول. ها؟ قولي لي يا ست البنات عاملة إيه دلوقتي؟ وزي ما تبلغوني. يصح برضك اعرف من كلام الناس كده. الناس ياما بتهول يا معلم. الحكايه بسيطه مش قد دوشه الدماغ. لا 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 ما تقوليش كده يا استاذ نصر، ده انت غاليه عندنا كلنا. الا بالحق، مين الواد الصغير ده اللي كان نازل يجري على السلم من عندكم؟ واد مين؟ اه ده عمر ابن خالي الله يرحمه. لما ماما ماتت هي كمان سيد قال يجيبه هنا يونسنا، وهو ياخد بايدي في البيت والشغل. نخالك انا هون، وانتوا حالتكوا غير خالك رضا. بس ده مات عازب. اه تكوني قصده اخوه من زكيه اللي ابوه جوزها في اواخر ايامه. ايوه هو ده. ايوه الله يرحمه. ما فرقش البلد ابدا غير بقى لما قابل ربه.
كلنا هنقابله، محدش بتثبت فيها. اه يا اخويا سيد جه اهو. لا مؤاخذه معلم، اتاخرت عليك. ولا يهمك يا ابو السيد، بركه انك وصلت بالسلامه. الله يسلمك. ما عملناش ايه يا نصر؟ حاضر يا اخويا. شوف يا ابو السيد، انا قلبت الكلام في دماغي، الكلام عجبني. طب حلو. مش بس كده، انا كمان ظبطت لك الناس اللي هتقابلهم عشان ترمي بياضك. ماشي، في ظرف اسبوع هتلاقي المهر حاضر. لا لا لا، دول مستنظرين قبل كده. شاحن معايا سيد ولا ناوي تصغرني؟ مع شويه كل صغرك يا معلم، اقل من اسبوع هتلاقي المهر عندك. مالك يا صاصه؟ مش عوايدك يعني تقلب معاك بسرحان كده من اول كاسين؟ جدع بت، ما بقالكيش معايا شهر بس عرفتيني تمام، هي فعلا طلبت بسرحان. هو انا لازما يعني انام في حضنك 20 سنه عشان ابقى عارفاك؟ طب ده انا من اول ليله حجزت عندنا فيها واول تبس اديتهولي وانا عرفتك. غيرك بقى ما عاشرني بقاله عمر بحاله ولسه ما عرفنيش. انت متجوز؟ كنت طلقتها قبل ما تسمعني كلام من اللي سمعهولي ده، انا كان كتفي في ظهره عمر بحاله. عارفه كنت مستعد اموت نفسي ادوس في الحديد عشانه، بس طلعت عيل هفق في نظره ولا ليا لازمه. يا خبتك، ما هي مش غلطته، غلطت انا ابن 60 كلب، زليت نفسي وهنت نفسي وفاكرها مجدعه وصحوبيه، وهو واخدها مهانه وذل وخيبه امل. طب والنبي يا اخويا ما تزعل نفسك، مفيش حاجه تستاهل، ده انت سيد الناس كلها، مفيش حاجه يعني بتقف على حد ولا عشان كلامه. بس بتقف عشان واحده يا اختي، وعشان كده هو موقفها لي. ارحب صلاح ما يستاهلش اللي انت بتعمليه في نفسك ده. انا بحبه يا احمد، بحبه، هو ما قدرش الحب ده. مش بس كده، ده بيطلب ايديا كمان. انا مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه اللي بيحصل معايا كده من اقرب الناس ليا. طب اهدي يا ارحب، ما تعمليش في نفسك كده عشان خاطري. بعدين صلاح ايه ده اللي انت بتحبيه ده؟ لا نفس تفكيرك ولا نفس دماغك خالص يا ارحب. حبيته يا احمد، حبيته، بس اكتر حاجه هتموتني بقى آية. هي عارفه انا بحبه قد ايه، مش عارفه بتعمل فيا كده ليه، هو مش فارق لها اصلا. اعمل هالذنب يا رحاب، هو اللي جه هنا وتقدم لها، انا بنفسي رحت اتكلمت معاه وهو قال لي هو بيحبها، انت مش في باله خالص. هو قالك كده؟ ايوه هو قال لي كده. مش عارفة انا عملت ايه بس عشان يحصل معايا كل ده، اشمعنى انا؟ يا رحاب انت اكبر من كده بكتير، ما تحطيش نفسك في موقف زي ده. بعدين هو حر، خلاص خليه يجري ورا اللي هو اختاره. انا مش عارفه اعمل ايه في نفسي ولا في قلبي، اللي بيوجعني كل يوم اكتر من اليوم اللي قبله. ما تعمليش حاجه يا رحاب، الايام هي اللي هتعمل، هي اللي هتنسيكي من غير ما توجعك، وهي اللي هتخليكي تتقبلي الحقيقه دي زي ما هي كده، لانك ساعتها هتحسي انك كسبتي نفسك ومشاعرك لما توفريها بقى لحد يستاهلها. خير يا خال. الا صحيح، امي قالت لي انك انت كنت بطل العالم في الجودو. تعرف انا كمان لعيب بس ملاكمه. ودي بقى كنت بتلعبها فين يا حليتها؟ في الفسحه؟ فسحه؟ لا في الملجا. تصدق بايه؟ انا كنت البرنج على العيال دي كلها. في مره بعتولنا مدرب عشان يدربنا كده، بس انا ماليش في جو التدريب والكلام ده كله. بس هو شافني انا بعجن عيل من العيال ياهو، راح قال لي انت الخطفيه بتاعتك حلوه، وراح مركبني الليله كلها. هو قال لك كده؟ الخطافية حلوة. قال لي كده، حتى شوف. لا حلوة فعلا. عارف يا خالي لولا الكوسة
كان زماني بقيت البرنج على البلد دي كلها. معلش يا حبيبي، سايبه لك كوسه فعلا. قول لي بقى كنت بتلعب وزن ايه؟ الريشه. الا صحيح ما قلتليش، امي قالت ان انت كنت بطل مصر بره في اسمها ايه دي؟ رومانيا، وعشان كده طلعوا عليك بوخارست. صباح الفل يا خال، احلى مسا عليك. ما شاء الله، وبتعرف تلف كمان. واكرس واعمل كل حاجه، اديني بس انت سكه وانا ابسطك. تبسطني؟ وده اتعلمته فين؟ في الملجأ؟ امال ايه ده، انا لسه. يا عم اوعى ايدك كده سيبني، اوعى ايدك، مالكش دعوه بيا، اوعى ايدك. اسمع يا، اسمع يالا، على الحرام لو شفتك ماسك الحاجه دي تاني هتفنك هنا اهو، انت فاهم ولا لا؟ انت فاهم؟ فاهم. ماسكش الحاجات دي تاني. خد الواد ده نضفيه من الوساخه اللي هو فيها، ومن بكره انزل نادي يتمرن، هات لي هدوم جديده. حاضر. يلا يا كتير. يا صلاح، انت فين يا ابني من الصبح؟ وهيجي منين الخير؟ بيقول لي يا جاز، واكيد مش قالوا لي حاجه عنها يا صلاح. طب وبعدين؟ بعدين مش عارف، هي كانت بيت واحده ولا كنت فاتحها مفروش؟ فيها جدع، والله العظيم كانت بيت واحده بنت 60 الكلب. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ ممكن بقى نشوف واحده من البنات اللي كانوا معاها في الشيفت ونغب عليها. يا عم يا ناصر مصايب انت كمان. اعمل ايه؟ بفكر معاك. ادي رقمها يا عم، مقفول من الصبح. انا يا عم اخلص، ادي رقمها. يا ريمو، مساء الفل يا حبيبي، كنت عايز منك خدمه كده، ربنا يبارك لك. لا هديك رقم بس، كنت عايز بياناته. الله يخليك. ماشي حبيبي، خد معاك اهو. اهلا وسهلا يا ابني، شرفتنا ونورتنا. شرفتنا يا استاذ نبيل والله. شوف يا حاجه، شوف يا عصام اخويا، انا جاي من الاخر كده اقصدكم في خير. خير ان شاء الله. يعني لو تسمحوا لي جاي اتقدم للانسه علا. انا بلا فخر امين شرطه في مديريه امن القاهره، مش اي امين، لا على قديمه، يعني ليا مكانتي والكبير والصغير يحترموني ويعملوا لي الف حساب. ربنا يزيدك يا ابني، باين عليك الهيبه ما شاء الله. لا يا حمادي بقى، ما شفتنيش وانا بالبدله الميره، عارف عصام بالطبنجه والحرجات. ما شاء الله، ربنا يكرمك يا رب يا نبي. انا مش عايز اكتر في الكلام عن نفسي كتير، يعني واقول وانا واعوذ بالله من كلمه انا والكلام ده يعني، بس امين نبيل يعني الرجوله، يعني الايد الفرطه، يعني السمعه الطيبه، ومن الاخر كده انا جاي شارب بنتكم، واللي انتوا عايزينه رقبتي. أمروني، قلتوا إيه؟ قلنا إيه؟ قلنا يا ألف نهار أبيض، ده أنت دخلتك علينا بالصلاة على النبي، تشرح وتفرح القلب. وربنا يا ماما، أنا برضه قلبي يتفتح لكم وانشرح كده، أصل أنا يعني زرت بيوت كتير قبلكم، وخطبت ناس قبل الأنسة علا يعني، بس كنت ببقى مقبوط كده، كانت بتصدق معايا عشان بيني وبينه عمار. تصدق معاك؟ تصدق معاك إزاي يعني؟ ما أنت عارف عصام أخويا، يعني ساعات كده لما عاوزه البت تطلع كدابه، اهلها ناس مش مظبوطين، تطلع لمؤاخذه شمال، تطلع ما يعني انت عارف بقى عصام. انما انا سالت عليكم قبل ما اجي، شغل مباحث بقى. نعمل ايه؟ طلعتوا برلانت اخر حلاوه يعني بصراحه. ربنا يكرمك يا ابني ويجعلنا في نصيبك. امين. يا علا يا علا، تعالي يا علا. ايه يا بنت، انت مش هتشربينا حاجه ولا ايه؟ مساء الخير. مساء النور على النور. مش بقول لكم من الاخر، مساء الجمال، الدلال على الاصل دور. الله يخليك، ربنا يستر. شرفتنا بس انت. اتفضل. كنت زيطوا الباب ده بقى عشان بيعمل وي وي. الله يخليك. حاضر 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 يا اللي على الباب، حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام. امال عايده فين يا اما؟ مش موجوده يا ابني. خير؟ ده خير، احنا معاه في الشغل، ما جاتش بقالها فتره قلنا نسال عليها. انتوا معاه في الشغل؟ عليا الحرام لو حست طلع على شغل. انتوا مين وعايزين مني ايه؟ عايده فين؟ في الشغل يا ابني، وبتيجي براحتك. قبل ما تهجي من هنا، ما سابتش معاكي حاجه؟ ما سابتش فلوس يعني؟ فلوس ايه؟ ده احنا حياتنا ضنك وعيشتنا ضنك. بقول لك ايه، شغل الصعبانيات ده مش هاكل معايا.
فين الفلوس ما تنطقي؟ حاضر يا ابني هجيب. طايق يا وليه قبل ما تغيب مني. حاضر يا ابني حاضر هجيب لك الفلوس. يلا خلاص. حاضر يا ابني حاضر. حط لك الخير. ايه ده؟ هم دول؟ ما تاخدهمش كلهم عشان خاطر العمليه. يا ستي خدي مش عايزينهم واديك قدهم مرتين بس قولي لنا سكتها ايه. حاضر يا ابني هقول لك. هي مش سايبه لك النمره الجديده؟ سايبها لي يا ابني. انت حافظاها؟ حافظاها يا ابني حافظاها. حافظاها. كلميها. حاضر. طب قولي الو. حاضر يا ابني حاضر. الو يا عايده. مش شايفها يا عم عطيه. الف هنا. الله يهنيك يا ابني ربنا يبارك لي فيك يا دكتور احمد. مبسوط مني يا عم عطيه؟ والله يا ابني ما اخبيش عليك انا لو عندي ولد من صلبي زي كده ما كانش عمل كل اللي انت عملته ده معايا. طب ولو قلت لك ان انا عايز افضل واقف جنبك على طول يا عم عطيه؟ مش فاهم. تجوزني بطة. بنت يا سيد. يا بنت الكلب. متأكد يا صلاح؟ أيوة متأكد طبعا. ايه ده في ايه وايه الفلوس دي؟ مسجل بنت دي. تعالى لموني الصورة دي لما نشوف ايه الحكاية. او ماله؟ ما انت ما بتغيرش انبوبة البوتاجاز من جيبك. يا بنت الكنكة قلبها اتنحر من كتر المية اللي بتغلي جواها. معلش سرحت حبة. وماله يا حبيبتي؟ ما احنا برضو كنا صغيرين وبنسرح. كنت يا رحاب انا سايباكي بقالي 3 ايام كده مش راضيه اهوب ناحيتك. سايباكي تيجي تحكي لوحدك. احكي ايه بس يا نصرة؟ وانا اخبي عنك حاجه يعني؟ اه بتخبي ومتغيره. ما انتيش رحاب اللي انا اعرفها من ساعه الواد صلاح والبت اختك. يا بنت ده انا مربياكي وعجنة لحمك على عظمك وعارفاكي حتة حتة. مش هعرف فيكي ايه؟ انت عينك من الواد يا بت. كلام ايه ده بس يا نصر؟ يعني انا هبص لخطيب اختي برضو؟ لسه ما بقاش خطيب اختك. الله. وبعدين انا ما بتكلمش على دلوقتي، انا بتكلم على الاول لما سافر ورجع بانت. عادي يعني مفيش مشكلة انك تقولي. وهيفيد بايه يا نصر؟ هيفيد بإيه يعني؟ حتى لو أنا كنت بحبه كده هو اختار آية شاف فيها اللي ما شافوش فيا، يبقى أزعل منه ومنها ليه؟ أدام العيب طلع فرحان. والنبي ما تقولي كده. طب ده أنت زي الفل وألف واحد يتمنى لك الرضا ترضي. بس هنعمل إيه بقى؟ أهو عيني راحت على آية. أنا بقيت حاسة إن أنا اللي ما بقيتش أستاهل حاجة. حاسه ان انا جيت الدنيا دي كملت عدد. لا عاجبه زي ايه ولا ناجحه وليا مستقبل زي احمد ولا حتى لاقي حد يحبني ويعمل حاجه عشاني زي جوزك الله يرحمه. لما رضيت بحالي وسيرت الدنيا ومشيت معاها يوم بيوم استكترت حتى الرضا عليا وزقت عليا اغلى الناس عشان يدوسوا بالقوي. يا بنت اوعي تكرهي اختك. الحب ده رزق والكره نار بتحرق صاحبها. وانت اول واحده هتتحرق. بعد الشر عليك يا اختي. عارفه وحياتك حتى لو سيد وافق هفرح لها وهنساه ما دام ربنا بعده عن طريقي يبقى اكيد مش هو اللي هيسعدني. عقلة يا اختي اسم الله عليكي. يا عم هنرجعها وحياة أمي هنرجعها. امنع كلام صلاح. يا عم في إيه غلطة وعدت والفلوس دي هترجع حتى من بطن الحوت مش من إيد الحكومة. يا ده أنت دماغك إيه جزمة؟ عمال تقول لي هرجعها هرجعها رجعها يا صلاح. ما في إيه ما بالراحة يا صاحبي. مفيش بالراحة.
انت كل مره توقعنا في مصيبه اوسخ من اللي قبلها وبشيلها، لكن تيجي في شقه السنين لا يا صلاح كده سيد واوسخ من كده كمان. جرى ايه؟ مش عارف تبقى راجل؟ عمال تجري ورا بنت شمال وجايب المهلبيه على صدرك؟ مش عارف تبقى راجل؟ قول لي وانا احطك على وضعك يا صلاح. لا وكمان عايز لك جوازك اختي. بقول لك ايه، ما تلبسش دي لدي، انت عارف ان انا راجل واقدر احمي اختك، وبكفايه بقى الكلام اللي بتقوله يا سيد. ايه مزعلك كلامي؟ طب زياده فوق كلامي يا صلاح، موضوع اختي تنساه من دماغك خالص. ليه يا جدع؟ الله، البنت عايزاني يا اخي ومعرفك الحوار، وانا اولى بيها يا سيد. وكلامها كله ملوش عندي عازم. انت بتتلكك بقى. ده انت ابوك نفسه، ابوك بيقول لي ما تجوزهالوش. يا عم كان ينفع نفس ابويا، وانت من امتى بتسمع نصايح ابويا يا صاحبي؟ يا عم ولا صاحبي ولا صاحبك، صح انت نفسك تفتح يا جدع. بقيت كده يا سيد؟ يا ابو صلاح هتروق. اوعى من على دماغي دلوقتي يا سيد. بالله عليك يا جدع. يا جدع سيبني دلوقتي. خد طيب. خد عايزك. يا جدع عايزك تعالى كلمتين. اقسم بالله ما مصدقه يا احمد. هو انت رحت لابويا عشان تتقدم لي وتتجوزني؟ ايوه يا بنت. المشكله ان انا اتاخرت في ده كمان. لا لا ما تاخرتش خالص. بس في مشكله تانية يا بنت. مش عارف افتح بخارست واخواتي البنات في الموضوع ده، يعني انت عارف ان انا لسه في الجامعه وبدرس وكده، اخواتي البنات ما اتجوزوش. طيب مفيش مشكله، مش هنقول خلاص. ابوكي ما عندوش مشكله؟ ما تشغلش بالك بابويا، انا هقعد معاه واقنعه. ده طاير من الفرحه يا احمد، وعمال يقول بنتي هتتجوز الدكتور، بنتي هتتجوز الدكتور. طب وانت مش من ده ان احنا نتجوز في السر؟ وانا من امتى ما بعملش حاجه في السر يا احمد؟ على الاقل ده السر الوحيد اللي هبقى مبسوطه بيه، انضف سر في حياتي. انا مبسوطه قوي يا بطل. هو انا كمان مبسوطه قوي. تعالى فك لي دي، فك لي بس. ده ايه دي؟ دي هديه جوازنا. هديه جوازنا؟ المفروض انا اللي اجيب لك هديه وشبكه كمان. انا مش عايزه منك حاجه خالص، كفايه انت عليا. لا يا احمد ما تفكرش كده، دي سلسله امي الله يرحمها، انضف واحن ست في حياتي. يا جدع استهدى بالله، انتوا كتف في كتف من ساعه ما وقعتوا على الدنيا. ولا بيصونها يا عم، انت اول محطة وبعدي وحط عليا كمان. لا بخارست ما عملش كده، على الطلاق دي وزت شيطان. ده انا عمري ما تاخرت عنه ولا حشت عنه حاجه، على الحرام مهما كانت كنت عاملها تبقى دي اخرتها، يبخ فيها كده قدام الناس ويقول لي ابعد عن اختي. طب ما يمكن اخته اللي مش عايزها كده. عايزه ومعرفاه، بس هو اللي وقف لي فيها زي اللي. طب ما سالتوش وقف لك فيها ليه؟ قعد يحور، مالك سكتك طريقك، الزهر مش مالينا عين. طب ما يمكن حد تاني مكلمه عليها ابو صلاح. ولو حد تاني مكلمه عليها يا قفص ما كانتش البت هتعرف. هو صح. وخلي يبقى في حد تاني كده وانا عليا الحرام اشقه في وسط الحاره هنا. وساعتها هو يطبطب عليه. يا عم بشقه بقى، اللي يوزع عليه دماغه يعمله، وانا بعون الله سداد. على هادي على هادي يابا، شغل مراوح قلبه، وهو برضه اخوك. جابت اخرها خلاص. بقول لها سلام، وانت عملت اللي انت عملته ده ليه؟ انت عايزهم يقولوا عليا مره في الحته وانا شايفه ابويا بيتضرب، مع ان انت منغص عليها حياتي وتستاهل كل اللي يجراله. كده تصدق وتامن بالله انت عيل زباله، وانا غلطان ان انا قعدت معاك وعبرتك. طفشتني عند بخارست ليه يا سلطان؟ ده انا لو غريب مش هتقول عليا الكلام اللي انت قلته. شوف يا صلاح، انا خايف على اللي بينك وبين صاحبك، وانا عارف وانت عارف اكتر مني انك مش هتستر وهتعمل مشاكل مع البنت، صح ولا لا؟ يا عم الملاك انا فيا عبر الدنيا، بس ربنا بيقبل. انتوا ايه؟ يابا انا تعبان والله العظيم قرفان وعايز اظبطها، محتاج واحده تحبني، بنت كويسه كده تحترمني وتحبني، مش يمكن هي اللي تصلح حالي؟ تعال خش يلا خش يلا. ايه؟ بنت هتصلحك كده في يوم وليله؟ طب قول لي كلام حتى يدخل دماغ عيل صغير. وايه عشان مش داخله دماغك تقوم تشيلها من دماغ الخلق؟ متشكرين على الواجب يا عم سلطان. بكره تعرف يا صلاح، بكره تعرف ان انا قلبي عليك. طب علي الطلاق بالتلاته، انا اكتر واحد هيفرح لك لو حالك اتصلح، بس ده لو. بعدين يا بلابيل، اصل البت لبست امن وطني يا عمو. امن وطني ايه؟ يا مربيه دقناها ولا شنبها؟
بس يا بقى الحكايه دلوقتي مش بتدقي، دي الورقه الملونه دي ادهى وامر. شوف بقى دول كان كام باكو وباليورو، يعني ملونين اخر حاجه. ويرجعوا بقى يقول لك منظمات خارجيه وتمويل ويعرضوها علينا، مش كده؟ صل على النبي عليك يا صاحبي، ما انت حلو اهو. هورش هورش، بقول لك يا بلبين، الليله غفلقت، الحاجه دي لو ما رجعتش حبيبك هيروح في 60 داهيه. هي شمال مش كده؟ اه شمال. انا كنت حاسس. حاسس ايه؟ هي لو يمين هاجي اعمل بيك ايه؟ ما هو ده جزت اللي يهبر لوحده وينسى ناسه يا صاحبي. يعني انت تعمل الكاشات دي كلها وترجع برجلك البلد دي تاني؟ ليه؟ انت فقري؟ يا بلبين، الحاجه دي مش بتاعتي لوحدي، الحاجه دي بتاعت ناس. وانا احور عليك، الحاجه دي بتاعت ناس تقيله، اصغر ضفر فيهم يوزن 100 مني ومنك. ماشي. هعديها لك ابوخا. بص بقى، طالما دخلت حرز يبقى كده خرجت من عبء الداخليه ودخلت في عبء وزاره العدل. وهنا بقى يجي دوري، عندي عيل حاطط ايدي عليه من اداره الاحراز، انما ولد جن يخلص لنا المصلحه دي في غمضه عين. بس هو مغلواني شويه. اللي هطلبه يلاقيه بسكته عندي. سلمت الدماغ ومش هنساكي اصلا. نتقابل في المغارة. انت بتتكلم بجد يا احمد؟ انت فعلا عايز تتجوز بطة؟ انا اتكلمت مع باباها كمان. كمان؟ طب ما قلتش لبخارست ونصرة ليه؟ ازاي ما تاخدش رأيهم في حاجة زي كده؟ انا عملت حاجة غلط ولا ايه؟ وبعدين اخد رأيهم في ايه يعني؟ انا اللي هتجوز، وبعدين انا عارف ان هما الاتنين ما كانوش هيوافقوا. طب ليه بس؟ وش معنى بطة يعني؟ ده جواز يا حبيبي، مش مشوار هيخلص كده وخلاص. رحاب، انا ما جيتش اقولك الكلام ده عشان اسمع منك اللي انت بتقولي ده. امال قلتلي ليه يا احمد؟ عشان انت الوحيده اللي انا عايزه تبقى عارفه، وانت الوحيده اللي بعرف اتكلم معاها وانا مطمن، وعايزك تبقي معايا. معاك في ايه بس؟ ما لقيتش الا بطه. بحبها يا رحاب. اعمل ايه يا حبيبي؟ انت لسه المستقبل قدامك وهتقابل بنات كتير جدا، بس بطه دي ما تناسبكش خالص. انت اللي بتقولي الكلام ده يا رحاب؟ هو صلاحتك ان يناسب اي حد اصلا؟ ورغم كده انت حبيتيه واختك التانية وافقت عليه. انا اسف والله يا رحاب. بس انت الوحيده اللي انا بعرف اتكلم معاها يعني، فكنت عايزك تبقي معايا وتساعديني. متزعلش مني يا حبيبي، انا مش هقدر. انت جيت لي في وقت انا مش قادره حتى اساعد نفسي. متزعلش مني، بس أنا بجد مش قادرة. توح! خير يا نبيل باشا، خير؟ ما تاخدنيش على الحامي كده يا توح، وربنا ليك وحش يا جدع. ما تشوفش وحش يا باشا، خير؟ عامل ايه يا فتحي؟ أنا كويس الحمد لله. بس ما تلوكش كتير، ده أنت حبيبي يا فتحي عارف كل أخبارك. أصل أنا ما بنساش. نبيل باشا خير؟ عايزني في ايه؟ ادخل في الموضوع علشان انا مش فاضي، عندي شغل. شوف ابو هجر، انا هاجيلك في المستفلت، في واحد حبيبي او زي حالاتك كده، وبصراحه ليه حاجه تحت ايدك انت. حرص هو غالي حبتين، وبصراحه كنا متعشمين يعني نسمع قلت الاه من نواحيك، وعايزك تبيتها في هجره. يا نهار اسود، حرص؟ عايزني انا اسرق الحرص يا باشا؟ ليه؟ انت فاكرني ايه يعني؟ وبعدين انت جالك منين اصلا ان ممكن اعمل حاجه زي كده؟ صحيح يا جدعان، التقدير خسرنا كتير. ايوه التقدير خسرنا كتير. لمؤاخذه يا فتوح باشا، كنت طالبك عشان اطمن على صحه معاليك. يا باشا انا فاكرك عايزني اصور لك ورقه من دوسيه، يعني اوصى عليك في حاجه، انما سرقه؟ انا اسرق؟ انت توصى عليا انا يا جعير؟ فتحي بقول لك ايه؟ تخلص وتهبش رزقك ورزق بنتك وعليهم بوسه ولا يا باشا؟ لا انا مش معاكم في المصلحه دي. لا يا باشا، انت اكتر واحد عارف ان ايده نضيفه، وما دخلش لقمه حرام على بنتي. لقمه حرام؟ حلو، احنا نسيبنا من متسفلت ونخش في مطبات. بص يا فتحي، اصل البت بنتك كده كده هتاكل حرام لما تخش سجن ترى، لما نفحر في حاجاتك القديمه ونطلع العامله السوداء اللي انت عملتها واستغفرت ربنا وفاكر ان هو تاب عليك وانت بقيت نضيف.
تحب أكمل؟ الشنطة دي فيها ورقة صغننة كده فيها رقم الحرز ورقم القضية زائد 750 ألف يورو مضروبين. بس إيه لو الخواجة يورو شافهم هيقول يا أصلي. إحنا هنعمل إيه بقى؟ هتاخد دول تحط دول، تاخد دول مكان دول. قدامك يومين بالليلة، سهلة سهلة. ألف مبروك. الله يبارك. ألف مبروك يا ابني. مبروك يا حاج. مبروك يا بابا. الله يبارك فيك. ألف مبروك. الله يبارك مبروك يا حاج. ألف مبروك. ربنا يجعلك وأسمه مبارك. الله يبارك فيك يا ابني. مبروك. تسلميلي. ألف مبروك. خير يا نبي. خير خير يا ميسا. هي نونيا ما قالتلكيش ولا إيه؟ قالت لي واتخذت في روحي وقلت هي الدنيا جرى فيها ايه؟ جرى فيها كل ود وحب. بصي انا عايزك تظبطي لي الكلام كده في بوكيه على مزاجي. انت عايز بوكيه ورد بجد؟ لا طبعا، بوكيه لحمه وفراخ راي ميسا. انا عايز ورد حقيقي من ده اهو. يا لهوي على الميري لما يتنحى. لا ما انا عارف شوره نونيا الزفت والتريقه بقى. والنعمه بهزر، بس الكلام على مين؟ كلام مع العروسه اللي انا رحت اتقدمت لها، رايح لاهلها اخد منهم البشاره ونقرا فاتحه. مبروك على خير ان شاء الله. بتحبها يا نبيل؟ وانا ينفع اقول ان انا بحبها رغم ان انا شفتها مرتين بس؟ ينفع، ده لو من صوتها كمان. وربنا عندك حق. تصدقي انا ساعات صورتها كده بتغيب عن بالي، الاقي صوتها جاب الصوره وجاي. ده انا بتشوي على الجنبين، صوت وصوره. يا لهوي، ده انت شكلك واقع على الشوشه. تصدقيني لو قلت لك حاجه بس ما تقلسيش عليا. قول يا اخوي. انا من ساعه ما شفت البت دي المرتين وانا مبسوط قوي وقلبي بيهفهف كده، وحاسس ان انا رجعت شاب صغير 16 17 سنه، ونفس الموضوع يكمل على خير. تصدق يا ميسا، انا حاسس ان الدنيا بدات تضحك لي لما عرفت البت علا دي. علا؟ يبقى كده رفيع. اشمعنى السؤال ده؟ ايه رفيع دي يعني؟ اهو سيبك، هي كمان بتحبك يعني قلبها بيرفرف كده. أنا بيتهيألي أصل المشاعر دي عاملة زي الكهرباء، لما توصل في بعضيها أول ما تشوف إن أنا بحبها يعني أكيد هي كمان هتحبني، مش كده؟ أتاري جواك كتير يا ولا. تعلموها بقى بذمتك الواد بخارست يعرف يرص رصة الكلام الحلو اللي أنا رصيته ده. بخارست؟ وأنت تيجي إيه جنب بخارست وكلام؟ يا لهوي، ده الحب كله. خد. شكرا. ده مني ليك. شكرينا. حد دول يلا بس يا ولد. هات يا ولد. ماشي يلا. سلام عليكم. مصيبه. ماشي. الشاي يا حبيبي. تسلم ايديك يا اختي. تسلم يا اخويا. الواد عمر نام ولا ايه؟ يا اخويا هيكبد امه. اتهد من لف معايا طول النهار على الطلبات. يسلم سؤالك يا اخويا. طلبات ايه؟ بقول لك الواد ده لازم نشوف المدرسه يكمل فيها. بعدين انا هكلم له حد من بتوع النادي زمان. انا عايز الواد ده يطلع حلو، حمله كده زي خاله، عايز يلعب جودو ويبقى بطل. ربنا يخليك لينا يا رب. الا قول لي انت عامل ايه؟ بقالك كتير لا حكيت لي ولا رميت في عيب اختك نصر. انا تمام وزي الفل. مالي؟ ما تشغليش دماغك انت. يبقى لساك زعلان مني وقلبك موارب. جري نص ما فضلناها سيرة خلاص. جيت الحق يعني. أنا حاسس إن كل اللي بيحصل لك ده من تحت راسي. إيه اللي بيحصل؟ ما أنا قدامك هو زي الفل. وأحسك مالي عليا الدنيا. وابني في حضن. لا ومثبت ابن الجزم. شوف يا نصر. أنا عمري في حياتي ما ندمت ولا رجعت لنفسي في حاجة عملتها قبل كده، حتى لو كانت غلط. بس في موضوعك أنت وعبد الحليم ورحمة أمي وأمك أنا ما كنت عايز أذيكي. بالعكس، أنا كنت عايز أخليك تروحي لحد يستاهلك ويقدرك. اللي يستاهلك هو اللي قلبك معايا.
وانا ما كنتش حاسبها كده يا نصر. اللي شفناه مع ابوك خلاني احلف نيت يمين ان انا ما اديكيش لحد غير يخاف عليك ويصونك ويخلوا باله منك. يمكن اكون غلطت لما رفضت عبد الحليم، بس هو كمان غلط لما ركب دماغه وافتكر انه ممكن يلوي دراعي يا نصر. ما تسلموش وهو بين ايدين ربنا. جوزتي منه كنت انا السبب فيها، ما تزعلش مني يا اخويا. انا كنت صغيره وملهوفه وحاسه ان الدنيا هتخلص كده بين يوم وليله، وهو الراجل اللي تمنيته. ما كنتش هقدر ازعلك، قلت اتجوز كده، وهو يا قلبي كان مستكبرها. طب والله العظيم ما كان راضي. فاكرة نصر يوم اللي مديت ايدي عليكي فيه؟ فاكرة انت وقفت في وشي وقلتي لي ايه؟ قلتي لي هو مات عشان يريحك يا سيد. ساعتها انا حسيت ان انت بتقولي انت اللي قتلته. ينقطع لساني لو قلت كلمة زي دي. هو انا عايزة ايه من الدنيا؟ غير اني اشوفك انت وابني قصاد عينيا. وحياتك عندي اللي هعوضك فيه كل اللي فاتك. وهربي على ايدي دول. وخلي كل المنطقة تتحكى عنه من كبيرها لصغيرة. ستي والنبي ما تزعلي مني. ما اقدرش ازعل منك. يا شحته. يا ابو البن. هو ما قالكش الاستدعاء المفاجئ ده ليه؟ ده من فوق، الضابط نفسه ما يعرفش. من فوق؟ من فوق من ايه؟ من عند ربنا. يا نهار ازرق، لا يكون من عند المأمور. خلي ده جنبك. ماشي ماشي يا بولي. تمام سعادتك يا باشا. كنت نايم ولا ايه؟ بقالي ساعة بعتلك. ده يا باشا كلهم ربع خمس دقايق بس يا باشا. اصلي كنت بتمم على المخبرين مأمورياتهم ماشيين بتوجيهات سعادتك يا باشا عشان الامن يستتب. مستتب؟ يا ترى بقى النهارده رميت كام بقى من ورا المستتب؟ مش فاهم كلام سعادتك يا باشا. قصدك لمينا كم مسجل خطر؟ انت تستعمل يالا؟ انت بقى مين؟ انت مقضيها اليومين دول يعني مرتبات من السواقين والمحلات اللي في دايرتك؟ انت مش عارف تقدم كام بلاغ ضدك؟ يا باشا ده انا حضرتك انت موقوف عن العمل وتحاول التحقيق. سلم طبنجتك الميري دي، ابتدي ده ماتش تمام بكره 9 صباحا في المديريه. بره! ايه؟ بيقولوا التحريات جايه من اداره التفتيش والكل مشدود كبير وصغير. الو عصام. لا انا جاي جاي اهو. لا جاي لا جاي. مسافه السكه شفت السكه. اهدى بس واشتري مني قبل ما تدور زعبيبك عليا. واذا كان كلامك ماسخ وملوش طعم اشتري ليه بقى؟ ما وش دماغي يا اخويا. هو انا بكلمك في حتتين صيغه ولا يومين في العجمي؟ ده انا بكلمك في مصلحتك. اوه وش يا سلوى. يا معلم يا معلم، انا تربيت ايدك واعرف اراك قبل ما تتكلم. بصراحه القول بقى، انا حاسه انك مامن للواد اللي اسمه بخارست ده بزياده، وسلمت له في البدري قوي قبل حتى ما يبين كرامه. وده يا معلم مش لو كنت رفعت ايدي بحق ما كنتيش استجريتي ورميتيها في وشي كده. قصدك اني خرفت وسلمت دقني العيل واكل بعلي حلاوه؟ يا اخويا ده انا يحش لساني قبل حتى ما انطقها. طب ورحمه الغالين؟ ورحمه الغالين انا خايفه عليه. من بخارست؟ ده ابن صاحبي وحبيبي واد مجدع، ما يخضرش باللي منه. انا راميه على جوز البهايم اللي انت ركبته على قفاهم، ويوم والتاني والنار تنحر فيهم، وبدل ما يبقوا في ظهرك يبقوا قدامك. وانت يا هبله فاهمه يعني ان حكايه زي دي تايهه عن بالي؟ الواد سيد ده اتحدف من بطن امه معلم، مش هيقعد تحت جناحي كتير، كلها يومين وهيفك، يفتح ليله باسمه وحسابه. ولما هي الحكايه كده فتح له صدرك ليه؟ لما هو هياخد من خيرك ويصب في عيب فرضاني. تمامها مش كده، انا اللي هاخد من خيره. الواد ده هيبقى دراعي في الحتت اللي ايديا مش طايلاها.
هخليه يحط على عيال الوغش اللي فيها ويروقهم، وفي الآخر اسمه برضو واحد من رجالتي. غلبتني يا معلم زي كل مرة. ولما هو زي كل مرة ما تتعلمي بقى. حقك عليا يا حبيبي. ماشي. استنى فين يا مالك؟ مالك ياض؟ مالك؟ بس ما تطلبيش. اسمع كلام بس. عايزين ايه مني ياض؟ انت مش عايزين ايه؟ تعالى بس يا بلاميلو. عامل لي فيها فريد الأطرش. حماده؟ انت ايه اللي جابك هنا يا حماده؟ جاب رجلك يا جدع. انت مش عريس ولا ايه؟ واحنا اصحابك وحبايبك لازم نوجب معاك، وبالمره بارك لك على الترقيه. هما مش قلاشوك؟ كده فهمت. حماده خد المقاطيع بتوعك دول وخور من هنا اللي احسن. ازعلك. زعل مين يا هو؟ زعل مين يا هو؟ زعل مين يا رحوم؟ هبقى كده حماده. اللي انت مفكر ايه؟ خلاص ملابيله بتاع زمان خلاص. دلوقتي كلب يا هو. زمان يا كلب. لما كان لك قيمه. بص يا حرام. بص يا نصريه الدكر الشبع ومتحبى في الحكومه بروح امه. بس يا وحياه امك بخليك تسيطر على روحك. يا تيح ايه الكلام؟ حصل؟ ما حصلش. ما حصلش؟ يعني ما حصلش؟ يابا انت فاكرها مكتبة خردوات؟ ده مشوار قلق، ولو اتهرشت هتسلم وقتي. وانت لسه قاريها دلوقتي؟ امال بتدي كلمة لنبيل ليه وبتعمل فيها السبع دكورة جوا بعض؟ ده لما كان نبيل باشا، انما دلوقتي خلاص متوقف عن العمل بسلامته، شوية مشاكل كده مش عايز اشغلك بيها. ايده بقى اللي كان مريحها على رقبتي طالت الارض. مالكوش حاجة عندي. مالناش حاجة عندي. مالكوش حاجة عندي. طب اسمع يا ياض، من النهاردة انت تحل نبيل من دماغك. انت كده بتقع مع سيد بوخارست، واللي يقع مع بوخارست مالوش قومة غير في قبره وهو بيتحاسب. لا يا شيخ. اسمع يالا، الحاجة ترجع، وإلا ورحمة أمك في تربتها صاحية بقى ولا ميتة لا هتزعل عليك. صحيح التقدير خسرنا كتير. شوف يا جدع انت، أنا لو عايز أبلغ عنك كنت بلغت عنك من زمان، والدليل عندي. بس أنا مش وسخ زي نبيل. أنا هنسالك اللي أنت عملته ده، مش مهم. وهنساك خالص. ابعد عن سكتي أحسن لك. أوعى. ماشي. بس ما تبقاش تزعل بقى يا حلتي. بس بص بقى يا ابن الحلال، المفتشر كده انا لابدلك هنا. وهفضل اراضي فيك لحد ما تسلم. ورحمه امي ما انا سايبك يا سيد. لا ده انت دماغك فيها ميه. بقول لك يا بت، امشي دلوقتي ونتكلم بعدين. مش ماشيه، مش ماشيه يا سيد. وهفضل قاعده هنا وهنا. يا انت هتعمل فيا اكتر من اللي عملته. هتاخد رقبتي يعني؟ او ترحمني برضه من البطاطيه والذل اللي انا عايشه فيه؟ طب خلاص خلاص اهدي. خلاص يا بنت. خلاص بقى خلاص، مفيش حاجه بجد يا سيد. خلاص ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. طب يلا روحي، وقبل ما اروح اعدي عليكي بالكلام. طب ما تتاخرش. يلا بقى تيري عندي شغل. يلا. انت المجنونه دي. انا كنت ناوي بعون الله يعني اشطب الشقه سوبر لوكس، وهجيب اوضتين وصاله بمنافعهم، انضف حاجه من المناصره. ما هو عروستنا مش اي حد يعني، دي ست البنات. امال فين علا؟ خرجت مع بنت خالها في مشوار كده. خرجت؟ مش عارفه ان انا جاي ولا ايه؟ في حاجه حصلت؟ بصراحه بقول لك ايه يا نبيل، الجواز يا اخويا اسمه نصيب، وعلا اختي مش اسمتك. انت بتقول ليه كده بس يعني؟ شوف بقى يا استنى انت يا حاج، بعد ما الحاره شافتك وانت بتتروق تحت البيت، ازاي اديك اختي واستامنك عليها وانت لا مؤاخذه مش عارف تحمي نفسك؟ بس يا عم انت بتقول ايه؟ انا برضو يعني نبيل باشا، بس العيال اتكترست عليا وخدتني غدر. غدر؟ معلش
وبقى اعمل حسابك المره الجايه. انا كنت مجهز لك حاجتك وكنت ناوي اجيبها لك لغايه عندك، بس ما عرفتلكش مطرح بعد ما استغنوا عليك في خدمتك. خلي بالك انا راجع شغل تاني وهرجع احسن من الاول، واللي هيقول لي كلمه هندمه. وماله، ما ترجع زي ما انت عايز، بس ما عندناش بنات للجواز. شرفتنا يا عم نبيل، وان شاء الله ربنا يكرمك بالاحسن مننا. خد واجبك كده. انت تنفذ اللي انا بقولك عليه من غير رغي كتير. لا ده ما يستاهلش، ولا تروح له بنفسك. انت بس تبعت له المحامي يفكره بالشرط الجزائي. وحش على نفسك يا بيبي، بالراحة على اعصابك. ايه مين مزعلك؟ موجة، انا مش فاضي وانا عايز اقعد اتكلم معاك زي اي اتنين. ممكن اديك قلتيها، اي اتنين يعني مربوطين ببعض، مش كل واحد عايش في العالم بتاعه مش حاسس بالتاني خالص. ايه ده، هو انا ممكن اوحشك والحاجات الشقيه دي ولا ايه؟ موجة من فضلك ما تخلينيش ازعل منك، انا حايش نفسي عنك بالعافيه. مش حلو علشانك، لكن لو حاسس انك عايز تنفجر فيا اتس اوكي، هعتبره جزء من الجواز وطبيعته السخيفه. از لونج ان الموضوع ما بيخرجش بره حيطان البيت، لكن لما يخرج بره حيطان البيت ده وياثر على البيزنس اللي بينا ونعمل شغل عيال صغيره وتكسر كلامي قدام الناس، يبقى لازم تفهم ان انا اللي مش هعرف احوش نفسي عنك. واضح ان المعلمين والرمم اللي بيشتغلوا معاكي اثروا على طريقه كلامك، ونسوكي ازاي تتعاملي مع عامر فواز. المعلمين والرمم دول اللي عارفين عني شويه قد كده عارفين كويس قوي ان ما ينفعش حد يكسر لي كده. امال اللي يعرف عني شويه قد كده وانا اعرف عنه اكتر، يبقى المفروض ما يجيش على باله من اصله انه يفكر يكسر لي اي كلمه. انا لسه ما خلصتش كلامي، بكره تروح تمضي عقد الشراكه اللي بينك وبين شركه لينر جروب، مش هستنى كونفرميشن منه، عشان انا عارفه انك عاقل وهتخاف على نفسك. الو يا فادي، بتاعك اللي بتتحرق. ايه؟ لا 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 لا، ما تكلمش مستر هاكن، انا اللي هكلمه. اعمل اللي بقول لك عليه، انا اللي هوقف نفسي. يا اخويا ادام البت راضيه والواد شاري، ما تمشيها يا سلطان، ولا انت يا اخويا هتتحمق لبتهم اكتر منهم؟ لما يبقوا مغبشين ومش شايفين الصالح اتحمق طبعا. امال هما قاسه الكبار ايه في البيت عدم المؤاخذه؟ يا اخويا الكلام ده لما يكونوا عيال ومتشعبطين بحاجه مفيش منها مصلحه، انما ده جواز والبت عمرها ما هتقول غير لما تبقى شاريه ابنك ورسمه دنيتها عليه. ما هو ده اللي مجنن ايمان، اذا كان على الواد اللي اسمه صلاح، صلاح ده طول عمره رخيص ومحدش يشتريه بفكه القرش حتى، انما ايه بنت جدالة ترمي في سعر زي ده، يبقى اكيد الحكايه فيها ان يا اخويا هو ايه اللي ايه بنت جدالة؟ ايه بنت جدالة؟ هي كانت بنت انس للوز يعني؟ ما هي بنت زي بقيه البنات. بنت زي بقيه البنات؟ هو في حتتنا احلى منها؟ وبعدين لعلمك بقى البنت دي شايفه روحها وتعليم عالي وفوق ده كله مخها يوزن 10 من سي زفت ده، يبقى ازاي؟ بقول لك ايه يا ابو اشرف؟ اشرف ده الكلام بقى، ربنا بس يجيبه بالسلامه، يطلع ساعتها بقى اشرف، يطلع ايمن زي ما يطلع. كلنا يا اخويا واحنا في سنها فوتنا على اللي بتقول عليه ده، حلوة فايرة وعنين مفنجلة ومخ من اللي يوزن بلد. إنما بقى لو الحكاية مش راكبة في راسك يبقى دور ورا المحروس وشوف ماسك على البت إيه ولو يدراعها بالقوي. أنت بتقول إيه؟ ماسك عليها إيه يعني إيه؟ يا أخويا ماسك عليها يعني عشمها وخالي، والبت خايفة بطنها تعلى وتبان وتتفضح، قالت لك ألحق نفسي. أنا هربك أسود يا صلاح.
تعالى يا قلب امك خد اقعد. في حد كنت بتسال عليه دايما لما بجيلك الملجا؟ لله ربنا ما يعيدها ايام. مين يما؟ تعطسي عليا يا واد ولا خايف تسالني لاكثر بخاطرك؟ ما انت كنت دايما بتخبي. مش بخبي عليك انت، بخبي على الناس كلها. كنت عايزاه يفضل زي ما هو ليا وبس، بس ما عادش ينفع تاني يا حبيبي. خد ملي عينك دبوك يا ضنايا. ده ابويا كان نفسي اشوفه قوي، كان نفسي اسمع صوته. ياما رسمته في راسي ب 100 صوره و 100 وش، وهو فرحان وهو زعلان وهو بيلعب معايا ويشغلني. كان نفسي اسمع صوته، كان نفسي اطلب حنان، كان نفسي حتى لو شخطر وشتيم. حلمت حلم قلت احكيهولك قبل ما يطير من راسي، بس وحياه ابوك تخيف تتريق عليا انه بقى يحصل انا مش قدك. حلمت بيكي وانت بتولدي، جبتي واد وانا اول واحد استلقفته في الدنيا، اتدنت في ودنه وصوابعه اتشعلقت بصوابعي. حبيبي يا انت بتقولي ايه؟ يعني ايه لسه ما جاتش؟ ما نسأل مين؟ كل اللي معاه روحوا؟ طب اقفلي 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 انا جاي. على فين ابوك؟ سيب مصالح الناس ومروح. بقول لك يا جدع انت ابعد عن وش السعادي. ايه ده بس، وريح نفسك وكلم ام جار طمنها البنت بخير. زمانها دلوقتي حرام قاعده بتون قلب الام برضه. انت فين؟ انت اكتب يا جدع نبادي تمامك معايا تحط لسانك وبوقك وما تخرجوش غير لما تقولي تحت امرك يا كبير. اقسم بالله لو حصل لبنتي حاجه. اسمع الكلام، بنتك زي الفل ومستعد بخرست اللي مد ايده على بنت صغيره ولا يهزيها. امال انت بتعمله ده تسميه ايه؟ البنت مالها الذنب؟ ذنبها ان انت ابوها وبترجع في كلامك زي النسوان. ماشي انا تحت امرك. صح، برافو عليك. هتبيت بقى اللي هي في حضني يبات اللي منك في حضنك. صباح الفل يا ست البنات. صلاح خير؟ وهيجي منين الخير وهما واقفين لي في الحاجه اللي نفسي فيها؟ وانا مالي ومال الكلام ده؟ مالك ايه؟ هي مش ليلتي وليلتك؟ لا يا حبيبي، ليلتك انت لوحدك. قبل ما تيجي تتكلم معايا روح لاهلي وخلاص معايا. وعهد الله عملت كده، لفيت عليهم نفر نفر. ده انت اخواتك الاثنين جم حاولوا يمنعوني وعملت معاهم البدع، بس شايفينك عالية عليا. طب ما طبعا لازم يشوفوني عالية عليك، ولا انت شايف غير كده؟ قطع لساني اللي يقول غير كده. يا بنت ده انت احلى حاجه فيك ان انت عالية عليا. طيب شوف بقى يا صلاح، اللي بيعوز حاجه وبيطولها بالسهل بيرخصها قدام نفسه وقدام الناس، انما لما الكل يقف قصاده عشان يوصل لها وبرده بيوصل لها ساعتها بيعرف انت الحاجه دي كويس قوي. وعهد الله انا ممكن اقطع الدنيا عشانك، بس اسمعها الاول. عايزاك يا صلاح، عايزاك يا صلاح تثبت امك يا صلاح، بس اثبت انك تقدر تعمله وانا ساعتها هبقى بتاعتك لوحدك ملكك، محدش هيقدر ياخدني منك تاني ابدا. ها وبعدين عملت ايه؟ وهعمل ايه؟ قصدك ما تعرفيش ميس لاميا دي، دي قد كده يا خرابي. وبعدين انا ما اخدش معاها مجموعه ولولا الهديه كانت استقصدت. الهي يقطع عيد الام وسنينه اللي يخلي النسوان تتحكم في العيال بالشكل ده. وجبتي الفلوس منين؟ خدت من بابا 10 جنيه ونزلت جبت لها طقم كوبايات من عند المصحف. الهي يا ربي تشتش عليها واحد واحد قبل ما تدفع في حاجه البعيده. ايه ده؟ انت وقفتي اكلي ليه؟ مش احنا قلنا نخلص طبقنا كله عشان يدعي لنا؟ الحمد لله. ممكن بقى تديني اكلم ماما عشان ما تزعقليش؟
وهي في ايه ولا في ايه بس يا هاجر يا حبيبتي؟ مش انا قلت لك انها قالت لي ما كلمهاش لا هي ولا بابا لغايه ما يخلصوا العزا اللي هم فيه؟ وبعدين في ايه يا هاجر؟ وانت زهقتي من ابله يونيا ولا ايه؟ لا والله ده انا نفسي افضل قاعده معاكي على طول. عارفه يا هاجر طول عمري كان نفسي يبقى عندي بنت زيك كده اربيها في حضني وتكبر قدام عيني لغايه ما تبقى في حلاوتك وشطارتك دي. بس ما حصلش نصيب. حكي ما حدش بياخد كل حاجه. الشغل خدني سنه ورا سنه. افتكرت اني حابه ارتست مشهوره ناس تشاور عليا وتبقى عايزه تتصور معايا. نمت وصحيت لقيت نفسي لوحدي قتلت الناس ولا قتلت الضنايا. انا فتحي محمد علي خليل موظف بمحكمة شمال الجيزة. قمت بنفسي بتبديل الحرز رقم 1 على 522 من القضية 1490 لعام 2015 أمن وطني مستأنف شمال وفحواه 750 ألف يورو نقدا. قمت بتبديلها بنفس المبلغ ولكن بورقات نقدية مزيفة وهذا اعتراف مني بذلك. عسل شفت بقى لما بتبقى أمور حلو بتسمع كلام الدنيا بتبقى حلوة ازاي؟ أنا حلفت لك مش هجيب سيرة لحد. ولا أنا وربنا في إيه؟ وأنت فاكر الفيديو ده سكينة على رقبتك؟ لا ده تحريص مش أكتر. بعدين اسأل عليا في كل مكان. بخارست كلمته واحدة وما بترجعش. ماشي ماشي يا بخارست. أنا عملت كل اللي أنت عايزه. أنت فين؟ في الحفظ والصون يا أبو هاجر. هيحصل لها إيه يعني؟ اشرب شاي براحتك نطلع فوق تاخدها وتتكله على الله. مش هشرب شاي ولا زفت يا أخي. أنت فين؟ ما تهدي يا عم في إيه؟ تعال. عايزك تفكر كويس قوي قبل ما تقول أي كلمة تانية عشان اللي جاي لو ما عجبنيش مش هتطلع من هنا على رجلك. وأنا لو مش عارف الكلمتين دول يستاهلوا شرف مقابلة سعادتك ما كنتش استجريت وعملت كده. مش أنت اللي هتقول قيمة كلامك. مش أنت خالص. ماشي بيت أموري بيها مدام. طبعا انت جاي وفاكر ان انا هفرح بالكلمتين اللي بتقولهم وافرح بولائك ليا وكافئك احطك مكان معلمك مش كده؟ غلطان. ده انت المفروض تقول يا رب ما اتصلش بفوده واقول له على خيانتك لي ولا اجيبه يتفرج عليك وانت بتبيعه. والله ليه كده يا ست الكل؟ انا بيع معلمي. معلم فوده ده ابويا ده انا رايح مكتفي من الخير. امال انت عايز ايه؟ والله انا ما قلتش للمعلم فودة له يد في حلقة بس لما اخذ يعني هو له يد على حلقة اسم عيل كده بقى انا بين معلم الفترة اللي فاتت اسمه سيد جدال وشهرته بوخارست. سيد بوخارست سيد بوخارست. تعال. ايه ده؟ بنتي فين؟ بنتي فين يا بوخارست؟ اطيب يا جدع في ايه؟ هتروح فين؟ هتلاقيها هنا ولا هنا؟ هي بقت كده؟ ماشي. قسما بالله لو جرى البنت حاجه يكون مستبيع واروح ابلغ على نفسي بنفسي واوديكوا كلكم 60 دقيقة. ما قلنا اكتم بقى هتروح فين؟ رايح هنا لحد ما اجيبها لك. اقعد. تعالى هنا سيبني ورايح فين؟ انت كنت فين يا ولية انت؟ ايه في ايه؟ رحت اجيب شويه حلويات للبنت ورجعت. امال ايه؟ هو انا مش منبه عليك مليون مره، عليك ما تغيبش على البنت ثانيه. الله، ما هو ده اللي حصل، انا يا دوبك نزلت دقيقتين وسبتها مع الواد ده. واد مين؟ واد الطاي واد مين؟ خلاص. خلاص صدعتينا. يا بنت بس. يا بنت بس. الو. يا سيد بقول لك ايه؟ يلا ستاند باي. جاهزة يا استاذة آية؟ 3 2 1 هوا. صباح الخير. النهاردة بداية جديدة ويوم جديد. يا رب تكون أجمل بداية وتكون كل الأخبار كويسة لينا ولبلدنا. يا رب يا ميزة وتكون أيامنا كلها خير وسعادة.
احنا النهارده معاكم لاول مره في برنامج جديد شبابك يا مصر. عندنا فقرات كتير واخبار حصريه وشكل جديد هنقدمه وهنتفاعل مع بعض. توب. ايه رايك؟ شايف انها جامده وهتعلق مع الناس. لا وبتعرف تخلي الكاميرا تحبها، ودي بقى حاجه مش هتلاقيها كتير. اي حد من طرفك بقى مغمض وانت عارفه كده كويس. حبيبتي بوشي ازيك؟ اتفرجتي؟ طبعا كنت هايله. مستر سامر السعدي صاحب المحطه. اي غني عن التعريف طبعا. ثانك يو. يا رب اكون عجبتك. طبعا كنت لسه بقول لبوشي عجبتيني جدا. انت دارسه ايه يا ايه؟ هتفرق. بتهيألي أهم حاجة في الإعلام هي شخصية المذيع وإنه يعرف يتواصل مع الناس كويس. أنا مش دارسة إعلام بس بحبه أكتر من أي حد درسه. بس الدراسة مهمة برضه. أنا عارفة إن حضرتك مهندس كهرباء ومع ذلك بتأسس أكبر مؤسسة في مصر وليها فروع في كل العالم. ده اللي معروف عنه بس. إنما اللي مش معروف أكتر بكتير. عارفة عني كل حاجة أنت. بس أوعي تصدق أي حاجة تقولها لك. يلا I have to go. وهستنى الحلقة الزيرو. ولو بتقولي صح هيبان. باي. باي باي. كلمني. طورت رقبتك وعواتك عن كل اللي فات. صح ولا ايه؟ طول عمري بيعجبني اللي بيكون قد توقعاتي. بس بيعجبني أكتر اللي بيعديها. الحمد لله على السلامة يا معلم سيد. البت فين يا صلاح؟ بنت ايه؟ بقول لك ايه، دي مش اصول شمال، الأول تسأل البت دي قصادها. اسمع يا ياض، شغل الجنان ده ما يصيرش معايا. شغل الجنون الهبل ده تعمله مع أبوك مع أمك مع الجن الأزرق، لحد عندي تقف وتقول أمين. ولو فاكر ياض إنها ليا عزيزته بهبت منك. البت فين يا صلاح؟ أنت أضل شوية وشك نصين. وماله؟ ما اللي خلاك تقل مني وسط الخل مش هيصعب عليك تحله لوحدك. بس أنا عايز حق يا سيد. حقك؟ حق مين ياض؟ حق عليك يا صاحبي. عليك. انت اكتر واحد عارف ان انا في الدنيا دي لوحدي، وعملتك اخويا الكبير وابويا اللي بلجأ له وقت الشدة. كنت مستعد اديك بروحي في اي وقت وانت عارف. وجي اليوم اللي الدنيا كلها قبلتني فيه، اختك رضيت بيا، ابويا ميل عليا واتمنى لي الخير، تقوم تيجي انت دونا على الخلق دي كلها وتدوس عليها بجسمتك وتستخسر فيا اكتر حاجه اتمنيتها. ليه يا سيد؟ خلاص يا صلاح. لا مش خلاص. خلاص يا صلاح. لا مش خلاص يا سيد. غلطت مرة واتنين وعشرة، كنت بتصلح لي وبقول لك أمين، وأنت ياما غلطت يا أخي، بس أنا عمري ما زلتك بغلطتك. دلوقتي بقيت حمل تقيل عليك يا سيد؟ دلوقتي عايز تخلص مني يا صاحبي؟ تسلم يا أبو سيد. خلاص يا صلاح، ده أنت قلبك طلع أسود أوي. خلاص. خلاص يا سيد قفل. مش هقفل. خلاص ياض. تعالى. خلاص. صلى على النبي. خلاص. سايقه عليك النبي يا نبيل، كفاياك قوي لغايه كده. والا واللي خلق الخلق افضها سيره وما اروحش المحل واللي يحصل يحصل. قومي اتكلي على الله انت، ما تقطعيش برزقك. ما تبقاش على كله. طب يا نبيل انت سيد الحرفين، ان الجواز ده اسمه ونصيب يا اخويا. وانت فاكره الحدوته على عروسها طارت مني؟ انا تهنت. اداس على كرامتي بالجزم طول عمري وانا حاسس ان انا قليل. الناس مش بتستعنى بنبيل ولا بقعدته ولا بكلامه، بس من ساعه ما دخلت الميري كلهم يترجوا يبوسوا ايدي. افتكرت اني خلاص النبيل بتاع زمان خلص، تاني رجع تاني من زي زمان لا اوسخ. استغفر ربك بس يا نبيل، ايه اللي بتقوله ده؟ طب ما انت عارف ان بعد اللي حصل كان لازم حد يروح معاك. ما خدتش ليه معاك المعلم سلطان؟ هو قطع سيرته. طب والمعلم سلطان ذنبه ايه بس؟ ما انت عارف ان الواد صلاح دماغه مطيور، انت
هتلاقيه كان ضارب له حاجة، فورت جتته، شاف العركة سخنت معاه، طلعت فيك. يحرق صلاحة اللي جابه، ده انت عيل كربوع في عصب جزمتي، الدور والبقى على السلطان اللي خلاص بك فيا، طمع فيا الواخش، خلاص نبيل بقى خشة، اللي يسوى اللي ما يسواش يضعك في وسخته. لا انت مالكش حق بقى هنا بيه. انت عارف ان المعلم سلطان طول عمره متلفح بالحق، واذا كان بيبخ عشان الاصول. جرى اولايا انت بترجعني للحكايه دي تاني ليه؟ اياك تجيب السيره دي تاني، احسن عليا الحرام اجيبهولك هنا متربط ويبقى ذنبه في رقبتك. انا جيت لك اهو لغايه عندك يا بولبول، جيت لك من غير رابطه الغباوه اللي بتتكلم عنها، جيت لك برابطه العيش والملح اللي بيننا. خطو عزيزه يا معلم سلطان، خطو عزيزه، انا حاسبكوا دلوقتي عشان انا ورايا شغل، وبيتك ومطرحك يا اخويا. ايه يا نبيل، لم نفسك بقى، الراجل عز مقامه وجالك، لم نفسك. عن اذنكم. اتفضلي يا يونيا. شوف يا نبيل، أنا مش هعتب عليك في الكلمتين الخايبين اللي أنت قلتهم دول، بالعكس أنا جاي أحب على رأسك واستسمحك على الطلاق بالتلاقي بعضيها، وما حدش بأكبر العباد من رب العباد أنا بيهن. وأنا سداد. أول مرة يا أخويا تسمعنا حلاوة الآه من غير لت ومنهدة. ما خلصت يا معلم. بصراحة الراجل بتاعك دخل دماغي من ليلة النقلة إياها، لو عايز أدعها 10 مرات بعون الله يحضره. مش أنا اللي أعوز، المعلم هو اللي هيعوز واللي هيقوله هيمشي. بس أموت وأعرف عديتها إزاي. أنت عجبتك بس عشان ما عرفتش تهرش. بعدين هو في حاوي بيفرق جرابه على الخلق. لا وأنت حاوي مقصد. شوف يا شندي، سيد ليه نفحة في البيع الجاية، نفحة لحساب ويلعب فيها. بس انا بقى ليا مزاج يبقى متوصي ومتاسس اول نزول السوق، وعلى اسمي برضك باري. وماله ده السوق ينور ويسعمل حبايب ثلاثه. بس انت كده هتقطع المعلم بتاعك. وناوي تحط فين؟ انا هلعب بره المصريه والسيده كلها، هاخد خط مصر قديم، خرطه ابو السعود ابو سيفين، المنطقه هناك كلها مضروبه حنه وده مش مقامها. على البركه. بس خدها مني نصيحه، إنك تعرف تعدي ببضاعة حاجة، وإنك تكبر في السوق حاجة تانية، وضلي فودة ما يتخرجش منه لأنه ما يتعوضش. ده مدرسة. لا ما تقلقش، وأنا مش عايز أخرج من المدرسة. اسمع شندي، الجدع فلوسه حاضرة بكاش، ظبط أنت أمورك وشاور على الميعاد، وربنا يبارك للكل. ربنا يجعلها فتحة خير عليك، الدنيا يومين أسنجفها وأرد عليك. ماشي. برضه يا سعيد، اللي يرضى بحاجة في البدري تبرد قبل الأوان. ابن أبوك صحيح. أيه عم سلطان، ازيك؟ الحمد لله يا بنتي. أنا الصراع كده كنت عايز الكلمتين. تحت أمرك. ولا قول يا دلوقتي، احنا هنخش في الموضوع على طول. صلاحي انتي صحيح عايزاه؟ ايوه عايزاه وموافقه بيه كمان. ليه؟ بحبه، هو ده الراجل اللي انا طول عمري بتمناه. عليا انا الكلام ده؟ يا بنتي صريح العباره كده والمختصر المفيد، انا الكلام ده ما يخش ذمتي بنجله. ما مش معقول برضه، بنت حلوه زي حلوه ايه؟ احلى بنت فيك يا مصريه، ده الواد لما شافك ما عرفش يحط النار على الحجر، وبسم الله ما شاء الله تعليم عالي والمستقبل قدامك بالطول والعرض. ايه اللي يخليكي تربي بواد زي صلاح؟ ده اقل منك في الكاسم والرسم، ما ياخدوش بيه. اهو نصيب بقى يا عم سلطان. وبعدين صلاح ما يتعيبش برضه. انا ابوه بقى واكتر واحد عارفه، وبقول لك صلاح يتعيب. ده واد خربان ومالوش حيطه يتركن عليها. محدش عارفه كده يا بنتي. وانت بسم الله ما شاء الله سكتك سالكه، والف مين يتمنوكي. انا ايه بس اللي يخليكي تربطي حياتك بواد صايع مصدي زي صلاح؟ ده نصيب بقى. وبعدين انا مش فارق معايا اصلا طالما انا مع صلاح. طيب ماسك عليك حاجة بيزلك بيها، قولي لي، أنا أبوه ممكن أقطع لك رقبته؟ حاجة إيه دي اللي زلني بيها؟ وأنت فاكرني منهم ولا إيه؟
انا بنت المعلم جدله وما يصحش الكلام اللي انت بتقوله ده يا معلم. لا اله الا الله. طب قولي لي يا بنتي ايه اللي صح؟ انا برضه عدم مؤاخذه في مقام ابوكي واخاف على مصلحتك. ما انا قلت لك ما تخافش من حاجه، ده جواز وبعدين انا وصلاح هنبقى متفاهمين على الاخر. ما تشغلش بالك انت وقول مبروك. ماشي. اقول لك ايه يا بنتي؟ مبروك. على اذنك يا ام سلطان. اتفضلي. انت نازل يا اخويا؟ اه حبوبة، بس لو عايزه حاجه تولع كل حاجه قولي. يا سلام على لسانك اللي بينقط سكر ده، انا عرفت ميسا بتحبك ليه طبعا. وحياتك ما بتسمع ربعها، دي ما تجيش غير بالدبشه بنت السر. على قلبها زي العسل، ما دام انتوا الاثنين بتحبوا بعض وهي عايزاك. يا سلام، وانت جايه بقى تفرح حتتنا ولا ايه؟ قولي عايزه ايه؟ عينيا. شوف يا ابو خارست، انا عارفه انك مش موافق على جوازه صلاح من ايه. اسمعني عشان خاطري، اسمعني لو ليا خاطر عندك بس. انا عارفه كويس قوي انك شايف انها ما تناسبوش ولا هو كمان يناسبها، بس مين عارف، يمكن ربنا يوفق الطباع على بعضها زي ما وفق القلوب. وبعدين هي اسمها اسمة ليه؟ عشان بتيجي كده. شوف يا حبوبة، أنا مش غاوي أخرب علاقتك ولا في قدام فرحة صلاح، بس الاسم اللي ما بتعدلش بين اتنين بتاخد واحد منهم وتطب على الأرض، وصلاح بقى عنده نعاد يا أبوه ولا يساوي بالأرض، ساعتها بقى مين اللي هيضيع في الليلة؟ جربت؟ مش خايف علاقتك ولا إيه؟ مفيش نصيب بيمشي بالورقة والقلم يا سيد، اللي علينا إننا نرضى بيه وخلاص ونسيب الباقي على ربنا. بعدين مين عارف، ياما جوازات في اولها بتبان انها بايظه وبتتم على خير. وبعدين يعني صلاح مش وحش ولا حاجه، يعني ده راجل وجدع وفي ظهرك واكيد هيراعيها. حتى انت رحاب جرالكوا يا بنات جدال، الواد ده عامل لكم عمل ولا ايه؟ مش هو اللي عامل يا سيد، ده النصيب. النصيب زي ما قلت لك، اللي رضينا بيه او ما رضيناش هيحصل برضه. يبقى نوفر على نفسنا القلق ونشوف هترسى على ايه. مش يمكن خير؟ يمكن. اه ماشي، يا ريتني كنت نزلت على طول. اخبار رجالتك ايه يا معلم؟ رجالتي تمام، مبدورين في السوق ومحزنين، كل شبر في حدود منطقتي كاني ماسكه في ايدي. ايه ساعتك بتفكري توسعي النطاق؟ مش لما تسيطر على اللي تحت ايدك الاول وبعدين ابقى افكر؟ شكلها وراها ان الكلمه دي. لما تعرف ان واحد من رجالتك لف من وراك وعايز يخرج تعمل معاه ايه؟ ايه العباره بالظبط يا ست الكل؟ في حاجه واصلاكي ما عنديش علم بيها؟ رد على السؤال يا فوده. خليه يتمنى الموت وما يطولوش. انا بقى عايزاه يطول وبسرعه. اللي هو مين بقى ولا مؤاخذه؟ وعمل ايه بالظبط؟ الواد اللي انت سحمه من ايده، سيد بوخارست. بوخارست الواد طوعي بدراعي اليمين وما بقدرش منه حاجة غلط. لما أنا أقول عمل يبقى عمل. هو اللي حرق البضاعة بتاعت عرابي، وهو اللي عمل معاه الحركة بتاعت زمان. حلمك عليا بس يا ست الكل، المعلومة لابد معيوبة. نضمن منين إن بوخارست ده هعتبر إنه حرق البضاعة من ورا ظهرك يا معلم يا كبير، وحكمت عليه بالنيابة عنك. الواد ده يتصفى وبسرعة. تشيرز. تشيرز. مبروك يا صلاح. الله يبارك فيك يا عسل. مبروك يا بنتي يا آية. قولي كلمة. أقول إيه بس يا نصر الله؟ يا اختي في التلفزيون بيجيبوا برامج بيقولوا فيها كلام، قولي كلمة ليا ولاخواتي. الله ما تطلع لحي يا بنت. والله العظيم انتوا بتهزروا. ماشي، مبروك يا نصر، مبروك يا ميسا، مبروك يا رحال، مبروك يا بوخارست، مبروك يا يوني. خلاص بقى. وابوكي وامك الله يرحمهم مالهمش نصيب؟ قولي يا بنت. الله يرحمهم طبعا، طبعا كان نفسي يبقوا معايا في ليلة زي دي. خلاص بقى يا نصر منك. طب يا اختي. ايوه يا حبيبتي.
عقبالك يا حبيبة قلبي. والنبي ده انا هرقص لك رقص. عقبالك يا واد. يلا يا رحاب قومي ارقصي بقى. لا معلش يا اختي اصلها عندها صداع. يو طب يلا بقى يا بطة خدي بنفسي ولا انا واخده الفرح مقاولة. لا معلش يا ابله والله تعبانه هسقف اهو. سقفي ماشي. يلا يا ميسا تعالي. يلا ايوه يا حبيبي. شكلت الواد قاعد فاشخ ضمه ازاي يا عم؟ سيبه خليه يتبسط بكره يزعل. طب واذا عمل عوق هيروح فين؟ هيطلع عين ابوه. لا مؤاخذه يا حكيم سلطان. لا مؤاخذه ليه؟ هو العين السوي يجيب لي اهله اللعنه. يلا يا صلاح. يلا يا ايه يلا. بعدين يا معلم فؤاد. ملهاش تفسير تاني يا سيد. فكك بقى من ليلة شندي دي. ملهاش عوزة. يعني ايه ملهاش عايزة؟ رجعني في كلامه؟ تذبحه. أنا ليلتي معاه زي ما هي. أنت بقيت براها. يبقى أنت بقى لمؤاخذة اللي جبته ورا. هيزعلني منه أهو. ما الليلة مش ليلتك يا معلم، مش مقامك يعني. يا سيد اخبط. الليلة من عندك أنت، ما بقاش ينفع تركب على شغل اليومين دول. ليه؟ عويل؟ مهما الشايب وصل لها إن أنت اللي ورا حرية ورامي وطالبة رقبتك. انت قلت لها ايه؟ انا اللي قلته كتير بس هي دماغها ناشفه. انت اصلك يا سيد ما تعرفش روح الشاي. كلمتها سيف على رقبه الكل. لما مؤاخذه كلام النسوان سيف على اللي ما بيعرفش مش عليا. يا معلم فوده الليله كانت ليلتك انت وحريق عرابي كان باسمك، يعني حمايتي واجب عليك، لكن تكشف ظهري وتسلمني لا. بعدين اللي بيسلم حد في الشغلانه دي معروف بيحصل له ايه؟ اربط عندك يا سيد وبلاش تشوف ايه دماغ ابوك دي. انا لو عايز اسلمك يا سيد ما كنتش جبتك لغايه هنا وفطمتك على اللي فيها. كديتك رصاصه برش وخلصنا. يا سيد يا سيد انا عايز احميك. اسمع كلامي وكن اليومين دول. انا همط الحكايه معاها لغايه ما تهدى وترمي طوبتك وساعتها يبقى بينا كلام. اه يعني انت دورت الحكايه في دماغك وظبطتها. ماشي. طب اسمع بقى مني الكلمتين دول. لا موجه ولا اللي منها يعرف يعمل معايا حاجه. يا سيد اسمع. السيد بخارست اللي يجري الدرا من كلمه مره واللي عايز يعمل معايا لقطه يستعمل بيت الفيلم. يا ابن افهم فات الكلام.